مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات أقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. ضيفنا اليوم الزميل محمد الأسواني، هو إعلامي معروف مقيم في فيينا من جمهورية مصر العربية. الزميل محمد بالنسبة للمشاهدين القنوات العربية هو وجه معروف وله حضور في وسائل الإعلام العربية المختلفة، وأيضا وله حضور في مبنى الأمم المتحدة من الإعلاميين النشيطين الذين يسعوا في تنويع برامجه، وله قناة خاصة باسم أسواني تي في، وهو طبعا له أيضا برنامج أسبوعي في قناة أكتو 8 اللي هي طبعا مسخرة للجاليات الأجنبية في داخل النمسا. مرحبا بك أستاذ محمد في برنامج قناة القرن الأفريقي، برنامج حوارات. حيب مرحبا. مرحبا بك أستاذ حمدان. في الحقيقة أنا سعيد جدا أنه يعني حضرتك تستضيفني وأكون من ضمن ضيوفك الكرام، يعني حيث جمعتنا سنوات عدة في مبنى الأمم المتحدة، ونشاطكم يعني ما شاء الله معروف لدى الجالية العربية في النمسا وفي ألمانيا. شكرا أستاذ محمد. اليوم طبعا دعنا أولا نعرف المشاهد، لأنه طبعا قناة القرن الأفريقي هي طبعا يعني قناة متخصصة في شؤون قضايا القرن الأفريقي وأيضا نشطة في أفريقيا، يعني فطبعا أنت تعرف منطقة القرن الأفريقي في تنوع أسني، لغات متعددة، ولذلك اسمح لي دقيقة واحدة عشان أعرف المشاهد بالنسبة للمشاهدين غير الناطقين باللغة العربية الإريتريين بصفة خاصة. نعم. أما يعني من هو ضيفنا، وبعد كده سأعطيك الفرصة لتعرف عن نفسك. زخبركم من زخبركن انتقطت التي هون في أفريكا تي في قميقا نقبلومي قاشاحي نام سينالونا بساي قازت إنيا كبسي محمد الأسواني زبهل كبابي ثلاثة عمد فلتو يعني خب أوستريا حتى خبت يوم حيالات عرب سنتف كله مع كانت زينة أب جيبسي يغن ويغا من الجزيرة غالي مدبات زدالو سبيو أب في الله أب أوستريا ناي عرب سيكشن أب زي أكتو 8 بهال شانال أكتو شمونتي أب آخ سموناوي بروغرام سلزلو نعاي بفي الله يبتي بقود داينا هون في أفريكا زقد سبيو بقود داينا إريترياويان زقد سبيو مسانا خاني بزح على محتد أكبروني نروح جلومي كم قاشا عدي ميرلغو محمد الأسواني بهال كانال خاناتو الأسواني تيفرت بالمعكنا اللاتو سلازي تراي مالت لومي بقاق عرب كنكايد مش ودأنا خا سنو قبيلة بتقرينيا قلت شوي بزعبتي زدي مسؤول قبرنا يومي. شكرا أخي محمد، كان لابد من تعريف المشاهد الإريتري الغير الناطقين باللغة العربية للتعرف على ضيفي اليوم. نعم. الأخ محمد، الأخ محمد طبعا أنت رجل كما ذكرت أنا باللغة التجرينية. نعم. لك باع طويل وحضور في وسائل الإعلام العربية أيضا. صحيح. من الحاجات اللي شاهدتها أنا طبعا أجريت أيضا حوار مع وزير خارجية قطر، وما إلى في طبعا مسؤولين. صحيح. كبار. باستمرار لك حضور في مبنى الأمم المتحدة، وتقابل أيضا وفود متعددة الأجناس. أولا يعني للمشاهد قناة القرن الأفريقي، أعطي نبذة من هو الزميل محمد الأسواني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي مرة أخرى لحضرتك وللسادة المشاهدين. أنا الإعلامي محمد الأسواني، أعمل في حقل الإعلام منذ أكثر من 30 عاما، وفي الحقيقة كان لي كذلك تجربة سياسية في مصر، حيث رشحت للبرلمان المصري في وقت حكم الرئيس حسني مبارك، ومنذ قرابة 36 عام وأنا أعيش في أوروبا
وتحديدا في مدينة فيينا. وأنا طبعا يعني عضو في نقابة الصحفيين النمساويين وكذلك عضو في جمعية مراسلون بلا حدود، وأنا متواجد من ضمن صحفي الأمم المتحدة منذ يعني أكثر من 25 عاما في فيينا، أقوم بتغطية بعض المؤتمرات وأستمع وأحضر بعض ورش العمل التي يعني تقوم بها الأمم المتحدة سواء في المنظمات المختلفة اليونيدو والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا باقي منظمات الأمم المتحدة. وفي الحقيقة منذ يعني أكثر من 15 عام برضو عملت بالقناة الأولى النمساوية وشاركت في إنتاج أفلام وثائقية تخص العالم العربي لبرنامج كرويتس اون فير اورينتيرونج. هذه برامج تعنى بالشؤون الدينية والثقافية للعالم الإسلامي. كذلك منذ 15 عام أسست القسم العربي في القناة الثامنة النمساوية، ومن ذلك الوقت أقوم يعني بالتغطية والمشاركة في العديد من أنشطة الجاليات العربية المتواجدة في النمسا، وكذلك أتابع الشأن الأوروبي وسياسات الاتحاد الأوروبي واهتماماتها بجنوب المتوسط لا سيما الشؤون العربية، لأنه الاتحاد الأوروبي يعني مرتبط ارتباط وثيق بجنوب المتوسط ولا سيما الشأن الأفريقي. كذلك تابعت في السنوات الأخيرة شأن القرن الأفريقي والعديد من المشاكل التي يعاني منها أهالينا أبناء القرن الأفريقي سواء في الصومال أو في أثيوبيا أو إريتريا أو جيبوتي. وكذلك الأستاذ حمدان يعني جزا الله خير أطلعنا على كثير من الحقائق حول ما يدور في الشأن الإريتري. ومنذ ذلك الوقت لم يعني تنقطع اتصالاتنا، ودائما كان الواحد يتمنى إنه بلداننا يعني تعيش قدر من الرفاهية والكرامة كما يعيشها المجتمع الغرب. شكرا أستاذ محمد على هذا التوضيح. أولا طبعا هذا تعريف يعني جيد جدا لنشاطك، أنت طبعا على ذكر وكالة أنباء القرن الأفريقي، كما تعلم الوكالة تأسست في شهر أغسطس عام 1989. نعم. ومنذ ذلك العام أنا طبعا فترة معينة منذ ذلك الفترة حتى عام 2002 كنت أعمل كإعلامي صحيح داخل المبنى الأمم المتحدة وخارجها أيضا في ألمانيا وفي النمسا. نعم. طبعا الإشكالية أخ أحمد اليوم نناقش بكله يعني أريحية، الإعلام العربي زملائنا اللي عايشتهم في عمالقة الإعلام، أخونا هاشم علي مندي من العراق من كردستان العراق، أخونا ناصر مطير، بعدين طبعا الجيل الجديد ناس عبد الوهاب وعلي معن، كل هؤلاء الذين أجوا وكالات الأنباء، أنا طبعا شاهدت يعني كم وكالة تأسست وكم مراسلين عرب أتوا إلى النمسا وبعد ذلك قادر. نعم. وأنت من الإعلاميين القلائل اللي سمدوا مع الآخرين أيضا مع زميل عبد الله الشريف، فلذلك نحن مررنا بكل هذه التجارب أيضا صحيح. في داخل مبنى الأمم المتحدة تغيروا كثيرين من البرادعي وكثيرين من المدراء عامين يأتوا ويذهب صحيح. فالإعلامي هي مهنة لا تتغير، حتى لو تقاعدت بتستمر في العمل الإعلامي صح. هذا من ناحية. من ناحية اليوم أنا أناقش معاك في قضايا الفترة اللي تأسست فيها
منظمات كثيرة في النمسا، مؤتمرات دولية بدءا من نزع السلاح إلى كل الوفاق، كانت لأنه النمسا قبل الدخول للاتحاد الأوروبي كانت محايدة، إذن كانت هي جسر التواصل بين الشرق والغرب. صحيح، وقت الحرب الباردة. الباردة. الآن أنت يعني نحن طبعا أصبحنا في محيط، يعني أنا لما سجلنا وكالة الأنباء بالنسبة شيء غريب. يعني بالنسبة لما تقول أنا من إريتريا أنا من الصومال كانوا يستغربوا. وهذا الاستغراب أخي، هذا النقطة اللي أنا اليوم استدفتك عشان نناقشها، هذا الاستغراب لم يكن من الأوروبيين فحسب، بل أيضا من الإعلاميين العرب، قليل منهم. أنت تفهمت، كنت دائما تهتم وتشرك الأفارقة في برامجك عشان تطلع الآخرين مش أنت، أنت عارف طبعا. صحيح. إذن الإشكالية نحن من ناحية الأشقاء العرب يقولوا طبعا يعني القرن الأفريقي عربي، لكن بالفعل ما في تواصل. أترك يعني في دولنا هذا قد يكون هناك في تواصل، لكن في المهجر ما وفقنا في سبيل إرساء قاعدة التواصل بين الإعلاميين العرب والأفارقة. ماذا كيف قرأت أنت هذا الموضوع؟ هذا صحيح. يعني أولا بداية يعني أحب أن أشير إلى جزء هام يعني قد نطلع السادة المشاهدين، إنني أنا يعني على مستواي الشخصي كالإعلامي محمد الأسواني لم أنتمي قط لأي فصيل سياسي أو حزب سياسي، دائما مستقل، وأعبر عن وجهة نظري وفقا لعدة مبادئ يعني أرتضيها، ولن أحابي إطلاقا أي نظام سياسي أينما كان، وده كان يعني واضح في كل لقاءاتي مع السادة الضيوف على مشارب اختلاف مشاربهم وآرائهم. الأمر المتعلق بسؤال حضرتك، طبعاً الثلاثين سنة الماضية كان إعلام القرن الأفريقي لا يصل إلى شريحة كبيرة من العالم العربي كي يعرف بما يحدث داخل القرن الأفريقي، سواء في أثيوبيا ولا الصومال أو إريتريا أو جيبوتي. ففي الحقيقة وجود حضرتكم يا أستاذ حمدان أفاد كثير، أنكم شاركتم في الكثير من المؤتمرات والمحاضرات وأطلعتم الجاليات العربية عن الوضع الحقيقي بدون تزييف داخل إريتريا. بالطبع الإعلام في القرن الأفريقي كان ضعيف جداً، ولكن نتمنى أنه يعني يصل بفضل جهودكم إلى شريحة أكبر في العالم العربي، لأنه أنتم تشكلون كذلك عمق لأمتنا العربية. الكثير من الناس في العالم العربي لا يعرفون أنه أثيوبيا يعني قرابة نصف سكانها من المسلمين، وكذلك إريتريا. كثير من البلدان في الحقيقة مجهولة لدى الشارع العربي، وأهمية وجود الإعلام الإريتري في الغرب يعني سلط الضوء على الوضع السياسي. ده باختصار شديد. إذن الإعلام في القرن الأفريقي كان ضعيفاً للغاية، إلى أن رأيناكم اهتممتم بهذا الأمر لتسليط الضوء على الوضع الحقيقي داخل القرن الأفريقي. شكراً أخ محمد. أنا الإشكالية طبعاً هي ليست إشكالية، هو طبعاً فهم، يعني كما دكتور فريد القرشي رحمة الله عليه كان هو رئيس هيئة الإغاثة السعودية طبعاً يكرر دائماً في محاضراته جملة يعني أنا استفدت منها، اللي هو الإنسان عدو ما جهل. صحيح، تجهل حاجة. فنحن الإشكالية اللي واجهتنا طبعاً يعني هنالك الإعلاميين العرب لم يقصروا في الكتابة حول الأفارقة،
وحول وتحديدا حول الصومال وإريتريا. إذن يعني هذه الإشكالية عانينا منها أيضا في أوروبا. الألماني يعني يبعثوا وفود إعلاميين ويصوروا ويعملوا، لكن طبعا هذه يعني الإعلامي لما يسلط الضوء على شيء اللي هو يهتم به. إذن للعرب تمكنوا من إشراك الأفارقة أو صاروا يعني زي ما تقول يعني شكلوا فريق عمل مشترك، ولا الأوروبيين استطاعوا. لذلك إحنا واجهتنا صعوبات عندما أسسنا قناة القرن الأفريقي. السؤال يبدأ من إخواننا، أنت طبعا يعني أخ فاضل وزميل، لكن كثير من المصريين بعرفهم أول سؤال يوجه لك بتتكلم عربي، ده السؤال الأول. يعني نحن الحين آلاف السنين، يعني تقريبا إريتريا استضافت أول يعني وفد يعني أصحاب الرسول في إريتريا، استضيفه في إريتريا، وأول مسجد في الإسلام بني في إريتريا في مدينة مسوع اللي أنتم فيها أنت. فهنا طبعا هم لا يقروا إلا ما هم يعني هذا هو الإشكالية. طبعا أنت تكتب وتتحدث دون أن يعني تدرس عمق القضية. فأنا سعيد باللغاء بك، وكثير من الزملاء الأفاضل هاشم علي مندي وناصر، هذول طبعا من خلال العشرة الطويلة والتعايش طبعا إحنا تبادلنا المعلومات. أنا لم أكن أعرف عن تونس، لم أكن أعرف عن كردستان والعراق، إنما الزمالة مع هؤلاء الناس مكنتني من يعني معرفة يعني قضايا شعوب أخرى. هنا الإشكالية يا أخي محمد لم تحل. أنت طبعا الوحيد اجتهدت طبعا وأجريت معنا عدة لقاءات يعني في السنوات الماضية، وأنا طبعا حس حتى في اليوتيوب والبرامج اللي أجريتها معنا يعني شاهدوها الآلاف. صحيح. والأسئلة واللي كانت تأتي، أنا الآن يعني سنستعرض يعني وأنا أتحدث معك الآن يعني مقطع صغير من البرنامج النوعي اللي أنت عملته. وأسئلتك يعني الجيدة في وقراءتك الجيدة للأوداء حتى يشاهد معنا المشاهد فيديو نمبر وان بليس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أحييكم ورحب بكم من قلب العاصمة النمساوية فيينا. لقاء اليوم حول إريتريا والمطامع الاستعمارية. أعزائي المشاهدين، إبان الثورة الإريترية وتحديدا في السبعينات من القرن الماضي كان هناك اقتتال أهلي بين الثوار، وهذا الاقتتال كان له أسباب متعددة، منها أسباب دولية وأسباب إقليمية وأسباب متعلقة بالتنوع العقائدي بين أبناء إريتريا. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي بالزميل الأستاذ عبد القادر حمدان. والسيد عبد القادر حمدان نستضيفه بصفته كإعلامي وليس بصفته كدبلوماسي، فهو مناضل ممن شاركوا في الثورة الإريترية، وكذلك هو محلل سياسي وملم بالملف الإريتري، وكذلك بصفته مدير عام وكالة أنباء القرن الأفريقي. مرحبا بك يا أستاذ عبد القادر، احنا سعداء بوجودك معنا استكمالا للحوار الذي بدأناه المرة الماضية. أستاذ عبد القادر أهلا بك في فيينا. شكرا الزميل محمد الأسواني، وأنا سعيد على هذه على استضافتك للمرة الثالثة. في نهاية العام الماضي التقينا مرتين. ونبدأ عامنا عام 2018 بهذا اللقاء. وأنا سعيد أيضا لأتحاور مع زميل. أهلا يعني وسهلا بك. أهلا بك أستاذ عبد القادر. كما يعني أشرت أنا موضوع حلقتنا بداية حول المطامع، حول هذه الجمهورية الوليدة التي أعلنت استقلالها منذ قرابة 30 عاما. ما هو الذي يجعل الدول طامعة في إريتريا؟
في هذا الفيديو أخ محمد، هذا من اللقاءات اللي أجريتها معي في فيينا، لفت انتباهي يعني فهمك العميق وقراءتك العميقة لتاريخ المنطقة. وطبعا بعد الأسئلة والمدخل اللي عملته في الحلقة، طبعا أنت تقول كان في اقتتال أهلي بين الثوار في إريتريا، صحيح، بأسباب عقدي يعني ديني أو أسباب يعني مشاكل كتلة. ولا طبعا يعني أنا في تلك الحلقة طبعا تحاورت معك بكل صراحة، بكل صراحة طبعا، طبعاً. هو الحرب الأهلية أساسا يعني خلفيتها لما تشوف فيها تدخل خارجي، وهذا صحيح. النقطة اللي اليوم حنناقشها معك بإسهاب. عندنا طبعا إريتريين ذات التوجه الإسلامي، عندنا ناس ذات التوجه البعثي، عندنا إريتريين ذات التوجه القومي العربي، عندنا ذات التوجه الإثيوبي أيضا عندهم حلم عشان يقيموا دولة تجراية الكبرى. كل هذا لما يكون في ساحة يعني بلد صغير كإريتريا يلتقوا هؤلاء في ميدان القتال، صحيح. طبعا هذه التناقضات أدت إلى الحرب الأهلية، لأنه أنت تريد أن تفرض يعني فكرة، والآخر كل هذه الأفكار الآن طبعا يعني لابد من مجابهتها، لابد من تسفية الصفوف، إلى أن وصلنا في الحرية والآن أصبحت إريتريا نقية من كل هذه النزاعات. هذا هو الكلام اللي أتمنى زي. أيوه أنا الآن هل حضرتك حتعرض الآن؟ نحن عرضنا الآن وحنقطع المقطع الثاني بعد الحوار. المقطع الأول أنا عرضته هنا. أنا أجي الآن في النقطة الأهمية، حنعرض في الفيلم الآخر. لأنه أنت أجريت معي تقريبا 6 حلقات على مدار يعني سنتين كل ما أتيحت الفكرة. من أهم اللقاءات اللي سويناها أنا استدعيت الزميل عثمان قولاي من السويد، صحيح. هي طبعا كانت يعني موفقة جدا للغاية، لأنه أنت تعرضنا إلى وضع المعارضة والوضع السياسي الحالي. أيوة نعم. لكن الآن أنا حنستعرض برضو المقطع هذه عشان نجمل بعدين في التحليل مع بعض، اللي هو فيديو نمبر 2 بليز. تفضل. زيجي هاتا دامن ونهان هيرسلس ويلكومن. أعزائي المشاهدين، أحييكم ورحب بكم من قلب العاصمة النمساوية فيينا. لقاء اليوم حول الجاليات الإريترية المهاجرة ودورها في التنمية وبناء الجسور مع الوطن. يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم. إذن المعاناة التي يعيشها الإنسان هي اختبار بالدرجة الأولى، وعلى العقلاء اجتياز مرحلة الامتحان، وهذا يتطلب منا الأخذ بالأسباب والتعلم من عبر التاريخ. وليعلم الناس إن التجارب البشرية متشابهة، وكذلك التاريخ يعيد نفسه. وها نحن نفتح باب الحوار في الملف الإريتري مرة أخرى، واستكمالا للحلقات الماضية التي تعرضنا فيها إلى الملامح التاريخية والحضارية الأصيلة للشعب الإريتري، مرورا بالثورة والاستقلال ومطامع الدول الاستغلالية التي تقمع الشعوب المستضعفة، وأثر ذلك على شعوبنا في أفريقيا والعالم العربي وإريتريا خاصة. أعزائي المشاهدين، دعونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الزميل الإعلامي والدبلوماسي الأستاذ عبدالقادر حمدان، أهلا بحضرتك. والسيد الأستاذ عثمان جولاي،
جولاي. السيد عثمان جولاي أحد الفاعلين في الجالية الإريترية بالسويد. أهلا بحضراتكم. شكرا. وسوف نقسم لقاء اليوم إلى ثلاث محاور. المحور الأول الأوضاع السياسية الحالية في إريتريا ودول الجوار. المحور الثاني السبل المتاحة لبناء الجسور ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد. والمحور الثالث هو دور أبناء إريتريا في المهجر لدعم الاقتصاد والتنمية. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. طبعا القسم المونتاج الآن حيهتم بمنتجة هذه المقاطع اللي نحن حنعرضها. في الحلقة الأولى طبعا استعرضت أنت المشاكل الحرب الأهلية، بعد في الحلقة اللي بعدها استعرضنا في موضوع أنه لماذا لا تتفاوض مع المعارضين؟ صحيح. لماذا ما تعطوا الإسلاميين فرصة؟ هذا كان أسئلتك عشان نتذكر. صحيح. نعيدها الآن، والخلاصة أنا حسب الفيلم اللي عرضناه الآن الأسئلة، أنا قلت لك يا زميل محمد نحن قلبنا مفتوح للإجابة على أي سؤال يطرح. عظيم. فأتيت أنت بأسئلة، وعدد الأسئلة كانت عدد الردود الأفعال اللي أتت حوالي 5 سؤال. نعم. بالأسماء أنت ذكرتهم، حتى لا أريد أن أكرر، المشاهد حيشوف الأسماء. نعم. في الوقت الذي شاهدوا الحلقة الأولى والثانية اللي أنت عملتها حوالي 100,000 مختلف. صح. يعني دول العالم، يعني بالذات القراء العرب شاهد. نعم. إذن الآن نأتي عدد الذين سألوا وتأثروا من الطرح اللي نحن كنا نطرحه والحوار اللي أجريته معك، عددهم كان 5. نعم. هذه هي الإشكالية. طبعا الإعلام العربي الآن كله مشبع بما يكتبوه 5 الأفراد، يعني بالذات ذات التوجه معين. No. فأنا يعني الملاحظة هذه عايز أسمع فيها فكرك يا أخي محمد، لأنه أنت لاحظ خلاص عايشت الفكرة وحاورتني. طيب. أكثر من مرة وشفت. No. عدد الناس المتأثرين واللي يقولوا نحن تعبنا ونحن اللغة العربية يعني مهمشة والإسلام مهمش، كل عددهم يعني لا يتجاوز هذا العدد. فهنا الإشكالية كيف نعالج هذا؟ أنت كإعلام عربي لك باع طويل في الإعلام، إنه هؤلاء الأفراد يعني ما عايزين نقول قلة وأغلبية، هؤلاء يعني الإعلام العربي والإعلاميين العرب متأثرين بما يكتب من قبل أفراد وهم خارج إريتريا وخارج الصومال وخارج إثيوبيا كلها. هذه الإشكالية أنت كإعلامي ولك خبرة. طيب. كيف؟ أنا يعني أنا أحب يعني أتحدث بكل صراحة وبدون مجاملة أستاذ حمدان. لابد أن يعني نذكر المشاهد في إريتريا وحول العالم أنه بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب وأصبح هناك منتصر ومنهزم في هذه الحرب، لا تنسى حضرتك أنه لقرون عديدة المنطقة العربية ترزخ وأفريقيا كذلك تحت الاحتلال سواء الإنجليزي أو الفرنسي أو الإيطالي أو البولندي أو البرتغالي. وفي الحقيقة يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ما زالت الدول اللي كانت قابعة على أنفاس شعوبنا ما زال لها النفوذ، وهم انقسموا مجتمعاتنا لا سيما في العالم العربي وتقسيمات سايكس بيكو. كذلك أفريقيا ما زالت تحت سيطرة الاحتلال القديم، وأي قيادة سياسية في العالم العربي ولا في أفريقيا تريد أن تتحرر من يعني نفوذ المحتل القديم يحاولوا أن يخلقوا لهم العديد من المشاكل، وقد رأينا ذلك في العديد من البلدان يعني بعين ثاقبة ماذا حدث في العراق وماذا حدث في باقي بلدان أفريقيا. عندنا إحنا في الحقيقة كثير من اللي هم
يعني سعوا إلى التحرر. خليني أنا أتحدث يعني تحديدا بالنسبة لإريتريا. أنا على المستوى الشخصي السيد الرئيس أسياس أفورقي يعني أحبه وأقدره ويعني أستشعر فيه يعني روح القيادة، وأتوسم أنه إن شاء الله يتغلب على العديد من المشاكل. ولكن في نفس الوقت أنا يعني أكره أي استبداد وأي فساد مالي وإداري في أي دولة وفي أي نظام. إحنا تحدثنا من قبل لماذا السيد الرئيس أسياس لم يحاول أن يفتح الباب واسعا أمام المعارضة، وكما هو صارع في عمل مصالحة مع أثيوبيا، لماذا لا يقوم بالمصالحة مع جميع التيارات السياسية اللي هي بتصف نفسها أنها معارضة؟ حقيقة يعني لا أستطيع أنزه المعارضة الإريترية أو أي معارضة في العالم العربي عن أنها تخضع لتأثير التجاذبات السياسية، وهي في نفس الوقت قد تقع فريسة لاستجالات سياسية ما بين الدول. يعني قد تستخدم بريطانيا المعارضة الإريترية ما إذا كان القيادة السياسية في إريتريا لا تتماشى مع المشروع البريطاني. قد تستغل المعارضة الإريترية ما إذا إريتريا أو النظام في إريتريا حاول أنه يسير أو يغرد خارج سرب إيطاليا. فنحن ندرك تماماً أنه كثير من بلداننا في أفريقيا أو في القرن الأفريقي ما زالت تحت يعني نفوذ وسيطرة وتهديد المحتل القديم، سواء كانت إيطاليا ولا بريطانيا ولا أي كان هذا المحتل القديم، لأنه إحنا نعد بالنسبة لهم سوق ويريدون أن يستغلوها. لدينا ثروات، هذا المجتمع الغربي أو المحتل القديم يريد أن يستغل هذه الثروات، وهو الذي يحدد السعر الذي يريد أن يشتري به تلك الثروات. إذن نحن كبلدان في القرن الأفريقي أو في أفريقيا أو في العالم العربي لسنا أكثر من غنيمة اغتنمها المحتل القديم، وما زال يتصارع حتى الآن على هذه الثروات والخيرات التي بين أيدي أبناء أفريقيا والعالم العربي. نعم محمد، اسمح لي الآن حتى لا حنجزي الحوار في حتى لا نفوت هذه النقطة الهامة جدا اللي ذكرتها. أنت ذكرت اسم الرئيس الإريتري، وطبعا أنا استمعت إلى رأيك، طرحت هذا السؤال في نفس اللقاء اللي أجريناه. نعم. فأنا يعني ردي كان هو الذي استفز من يسمون أنفسهم بالمعارضة. أنا الحين طبعا طالما أنت ذكرت هذا الاسم أنت تتصالح أولا التعريف بالمعارضة. نعم. أنت رجل يعني مصري وعشت في النمسا، والآن طبعا يعني تحمل جنسية نمساوية، لكن لم تتخلى من أصولك ومن مصريتك. أنت دائما محافظ على هويتك اللي هو انتمائك، وتدافع وتدافع كل ما يمس مصر وكل من يعتدى على مصر. أنا الآن السؤال اللي طرحته أعيد مرة تانية في هذه المناسبة، المعارضة وأنت ذكرت المسالم أنه الدول اللي تستغل لمسالحها المعارضة. الآن نحن وصلنا في نقطة، وأنا الحقيقة التوقيت الآن لدعوتك في هذه الحلقة هو مناسب. نعم. كل هذا البلاء كان يتحرك من النظام الحاكم السابق في إثيوبيا، اللي هم طبعا مجموعة بيسموهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. صحيح. حكموا إثيوبيا 30 عام، ويعني
ويعني الفساد. وهم يعتبرون أقلية بالنسبة للشعب. أقلية نعم. هم الآن يعني منطقة القرن الأفريقي السلام والحروب كل كان يعني تموين من هذه المجموعة. هذه المجموعة ليست معادية للشعب الإريتري فحسب، بل عادة الشعب الإثيوبي، الشعب الصومالي اضطهدت كل منطقة القرن الأفريقي، وكان هي ليست المجموعة هذه أن القرب يخف بدءا من أمريكا والاتحاد الأوروبي. هذا يعني السند الأكبر لهذه المجموعة كانت القرب. الآن يا أخي محمد لو أنت لاحظت 2018 إريتريا وقعت السلام مع إثيوبيا، وأتى رئيس وزراء جديد بقيادة الدكتور أبي أحمد علي، وطبعا هم يعني الآن السلام هذا لابد أنه أولا نترك هذه المشاكل التي تسببت فيها والعداء والقوميات تتقاتل فيما بينها كلها، يعني طبعا هذا من تدبير خارجي. أنا هذا أنت من تسميهم جزء منه، جزء منه تأثير خارجي. لا لا نعم مش جزء منه هذا. أنا طبعا أنا بقرأ الميزانيات وبشوف حتى الأمم المتحدة، أنت أجريت معي حوار ناس تتقاتل في سبيل مركزية اليونيدو، القسم هيئة التدريب تتحول إلى تنمية صناعية في إلى إلى تيغراي، إلى إقليم تيغراي مش إثيوبيا، إلى تيغراي. هذول اللوبي يتقاتلوا كل الوفود اللي كانت. نحن طبعا وقفنا وقلنا طبعا نحن في حالة حرب ولا سلام مع إثيوبيا، كيف أن نحن والصومال، كيف أنتم تنقلوا مركز التدريب المهني في إقليم تيغراي؟ في إقليم تيغراي أنتم معناها تحرموا قاعدين دول معينة. بعد كده طبعا ما يعني سمعوا كلامنا، لكن لا ممكن. أنا دحين أعود لك في الجزئية بتاع المعارضة اللي سميته أنت المعارضة. أنا لو قلت لك يا محمد الآن مش أنا، نعم، بعد التغيير اللي حصل عندنا تقريبا حوالي 3-4 آلاف إريتري، نعم، ممن كانوا يحملون السلاح جنبا إلى جنب مع مجموعة الحكومة السابقة، وفي أثناء القزو شاركوا في القزو مع القزاة دخلوا في بلدهم. إذا أنت طلبت الآن من إريتريا سواء كان رئيس أو الحكومة الإريترية أن يتسالح مع هؤلاء، إذن لابد أبي أحمد يتسالح أيضا مع هؤلاء اللي الآن يعني دمروا البلد. هنا إشكالية. الإشكالية الثانية، أنت كرجل متنور وصحفي، وأنا طرحت عليك هذا السؤال وتحمل الجنسية النمساوية، الآن يعني ولاءك لمصر. أنت أكيد أكيد أنت أنا متأكد يا أخي محمد كمصري لا يمكن أن تتخلى عن جنسيتك المصرية هناك، لكن هؤلاء الذين يدعون أنهم معارضين رفضوا يحملوا البطاقة الإريترية، ما عندي جنسية. أنت دحين أنا بكرة لو حدث يعني بكرة انتخابات سواء في مصر أو في النمسا، أنا كيف أقبل شخص يحمل جنسية أمريكية أو نمساوية أو أوروبية عشان ما عنده الحق القانوني عشان ينام؟ لما في الحقيقة هذا يعني هذا أنا ما أعيبه كذلك على المعارضة، نعم، إنهم يثقوا 100% في النظام السياسي اللي هم يعني هم ما فيش شك يعني كمعارض سواء أفراد أو جماعات هم يعني ضعفاء، يعني عايشين في أثيوبيا وخاضعين تحت سيطرة نظام الحكم اللي بيحكم آنذاك، فلازم هم يقدموا الولاء للنظام السياسي الحاكم لأثيوبيا آنذاك. وما في شك طبعا النظام السياسي كان معادي لإريتريا، وهذا خطأ فادح أنه تقع في المعارضة الوطنية أنهم ينتموا تحت جناح أي نظام سياسي سواء في أثيوبيا ولا في العالم العربي. لابد إذا أرادوا أنه يحققوا المعادلة الصعبة كمعارضين وطنيين يحبوا الخير، هو الهدف في المعارضة ليس من أجل المعارضة ولكن لتحقيق هدف سياسي. ما إذا الرئيس أسياس استطاع أن يلبي هذه المطالب، إذن لن يكون هناك أي معارضة سواء معارضة خشنة أو معارضة ناعمة. أنا يعني
اللي لاحظته حتى العام الماضي حتى قبل أبيه أحمد وبعد أبيه أحمد، المعارضة الإريترية داخل أثيوبيا عندما كان النظام السياسي في أثيوبيا يعني ضد أسيس ضد أريتريا كانوا هم في مأمن، وعندما حدث تقارب ما بين النظام السياسي الجديد في أثيوبيا مع أريتريا وأتى أبيه أحمد هم أصبحوا كذلك عرضة للتجاذبات السياسية، أصبحوا عرضة للاعتقالات كما حدث العام الماضي في صفوف المعارضة الإريترية يعني جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية منهم محمد جابر أحمد ومحمد نور عثمان تم اعتقالهم. هذا خطأ فادح إنه المعارضة السلمية تدفع ثمن باهظ مجرد إنها يعني تميل لنظام سياسي معادي للوطن الأم. هذا خطأ ولا يجوز، ولذلك أخو محمد أنا مع احترامي لوجهة نظرك أنا دحين في الحلقة هذه حأمنتجك الصور الأخيرة ناس لابسين زي أفغاني مجاهدين في معسكرات على الحدود الإثيوبية الإريترية مسلحين مضججين بأسرحة، هل النظام الإثيوبي هذا الجديد يعاملهم كأعداء طالما هو الآن في معركة في حرب مع الحكومة اللي سقطت والحكومة هاجمت الجيش الإثيوبي استخدم العنف بدال الإريتريين؟ هذا لابد أن نقرأ المشهد وفقا للسياسة الدولية أستاذ حمدان. لا 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 سياسة الولايات دقيقة معلش. واحدة أنا دقيقة لا معلش واحدة. دقيقة واحدة نعم. السياسة الأمريكية حاليا السياسة بايدن وهي سياسة يعني يسارية ليبرالية، سياسة بايدن هي حاليا ليس من مصلحتها ذلك الود ما بين أبي أحمد وأسياس أفورقي، ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية حاليا أن يحدث هذا التقارب على حساب التجري. من المؤكد السياسة الأمريكية ومن وراءها الغرب سوف يستغل المعارضة الإريترية استغلال سيء، وأنا من هذا المقام أنصح جميع المعارضين السياسيين السلميين من إخواننا الإريتريين اللي موجودين داخل أثيوبيا يعني أرجوكم أن تنتبهوا أنه دائما المعارضة تستخدم كورقة لصالح الدول المنافسة، وأنتم في النهاية لا تحصدون إلا المعاناة والتحريض ضدكم أينما كنتم. أنا شكرا أخي محمد. أنا خليني قبل ما لأنه أنا يعني أنت قاطعتني في نقطة مهمة جدا، دعني أضع عليك سؤال بطريقة أخرى. أنت كمواطن مصري أو لنفرض الآن يعني أنت مواطن نمساوي، إذا ألمانيا الآن يعني بسبب ما يعني دخلت يعني احتلت بلدك اللي هو اللي أنت حامل جنسيته الآن، أترك مصر شوية بعيد، أنت دحين المحتل هذا احتل النمسا، هل أنت يعني عشت في البلد وحملت الجنسية وعاشرت الناس اللي أنت، هل أنت يعني الألمان تلجأ إليهم عشان يحموك كمواطن نمساوي أو نواطن أو شخص خذ بلدك؟ هذا قاعد والله يتكلم. هذا خطأ يعني أنا شخصيا لا الآن يعني مش أنا أنت أترك أمريكا كإنسان أنت أترك مستقل. أمريكا هذول الناس استجاروا، هذول الناس مجاهدين، خلينا نكون واضحين يا أخي، هذول الناس سلفيين وأخوان وكل حاجة على عيني ورأسي، هذول الناس من السودان بشكل طوعي أتوا إلى هناك وطلبوا التسليح من قبل الحكومة اللي كانت موجودة وشاركوا في الغزو، دخلوا بلدهم وحاملين مع العدل اللي غزا بلد. هذا الآن أنت كيف تطلب من الحكومة اللي بس هذا من الظلم يا أستاذ حمدان، هذا من الظلم أن تتهم كل المعارضة إنهم مرتزقة بين أيدي الأنظمة السياسية. أنا ما أتهمت يا محمد، أنا قاعد أتكلم مع خليفة يعني ما تقولني، أنا أتكلم معك في جزئية
والآن هذا الوثائق مش أنا، الأمنستي انترناشونال والصليب الأحمر كله داخل فيها، في مجموعة إريتريين يعني ما مسكوهم كسياسيين وفي فنادق وكل حاجة، دول الناس في معسكرات مدججة بالأسلحة، صواريخ 7-16 صاروخ ضربوا أسمرة وإريتريا كلها. هذول المجامع اللي اعتقلتهم هلأ الإدارة الجديدة مسلحين مجددين، لأنه كان هدفهم عندهم قضية خاصة بهم، القضية الخاصة عايزين يدخلوا مع أي جيش يحرروا بلدهم من اللي هم بيسموه من الدكتاتورية من النظام الحالي. الآن القضية مش أنا وإنت، أنا أعترض طبعا على ذلك، هذا سلوك خاطئ وأنا لا أؤيده. أنا لا أنت مش تعترض، أنا دحين أنت دحين كويس أنت ضيفي في هذه الحلقة، لكن نعم. الصور الأخيرة اللي بثها التلفزيون الإيتوبي، إريتريين إخواننا لابسين زي أفغاني كلهم، يعني يعني ناس مشايخ عرضوا على أساس هم أنت دحين تمشي إثيوبيا كمواطن إريتري، يعني أنت تسميهم بالمعارضين المسالمين وكل حاجة، أنا أوريك الأسلحة ونوع الأسلحة اللي حاملين. لكن من الظلم يا أستاذ حمدان أنه إحنا نضع كل المعارضة الإريترية في سلة واحدة، يعني أنا متأكد أنه الغالبية العظمى من المعارضة الإريترية معارضة سلمية ويريدون الخير لوطنهم. وريني يعني وريني يا محمد، انا الحين خلي انا اكون انا قاعد انا معاك هناك في النمسا و30 سنه متابع هذا، واكثر واحد متابع هذا الملف على اساس انا كإريتري. وريني معارضه الان غير مرتبطه بجهات اجنبيه عشان اقول لها دي معارضه وطنيه، وريني بس قول لنا مثلا الجماعه دول مستقلين وينشدوا التغيير في بلدهم. انا الان وفي في 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 البث المباشر معاك، اذا في انا دحين اذا في معارض ينتقد الحكومه لسلوكها لبرامجها، انا اول واحد من ارحب به. وهذا هذا ما نوده يعني لا أنا الحكومه انا اللي امامك انا اللي امامك انا اللي امامك انا كان عندي صحيفه اسمها صوت اريتريا، زليت انتقد كل السلوكيات اللي كانت يعني موجوده في البلد، ودخلت اريتريا ما في حدا اعتقلني، ولا زلت مثلا اقول رايي بكل وضوح واعترض في قضايا هذا بلدي والحكومه هي حكومتي، انتقد زملائي في السيمينارات في حتى الشعب الاريتري كل ما مقيد، هذول مرحبا بهم. اذا انت عندك وجهه نظر تقول هذا خطا، حتى تنتقد الرئيس تنتقد اي مسؤول في البلد، لكن ما تجيني يعني طيب ما تجيني. انا من هذا المقام اتمنى على الرئيس اسياس، وانا يعني على المستوى الشخصي أحبه وأحترمه، يعني أنا أتمنى عليه أنه يفتح فعلا الباب واسعا ويعلنها إلى كل مواطن إريتري كان معارض يسمح له بالرجوع إلى إريتريا، وأنه تؤسس الأحزاب، وأنه لأنه الرئيس أسياس يعني لن يعيش يعني كما عاش، يعني الواحد الأعمار بيقول يا أخي محمد أنا احترامي أنت دحين ألمان أنت مسلط الأدواء على الرئيس، الرئيس هو منادي طبعا إحنا مش معترضين. لحظة واحدة، هذا هو عين الناس كلها مسلط الأدواء على الرئيس وكل حاجة، هو الرئيس منادل نادل مع أكثر من 100,000 وكان يقود وغائب بجدارة أيضا، لكن مش هو الرئيس الآن يعني يمشي يقول لهم تعالوا يا معارضوا، هناك في منظومة سياسية اسمها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، في حكومة طيب. إريترية متجانسة، يعني هذه الحكومة تضم 9 قوميات إريترية. أنا دحين حأقول لك حاجة واحدة يا أخي الكريم، أنا للأسف الشديد يعني الشبراخ باريير بيسموه بالألماني تعدد اللغات، نعم إحنا الرسائل اللي قاعدين يعني والبرامج اللي قاعدين نبثها بالمحارنية بالتقرينية عشان أنت ما تسمع، أنا أقول لك دحين مفاجأة بشديدة، نعم وهذا طبعا اكبر معارضه الان اللي مثلا يعني الناس تربع له القبعات، جنرال سابق وزير دفاع سابق في اريتريا منادل لاكثر من 30 سنه، نعم اسمه بسفون حقوس، هذا الرجل في اخر قبل سقوط النظام الموجود في وياني مشى الى جماعه وعايز يعمل مفرزه عسكريه، قال نحن اذا ما السياسه ما قدرنا لازم نسقط النظام العسكري في اخر ايامها في الاسابيع، 3 برامج أنا عرضتها باللغة التقرينية مش أنا،
لقاءاته، لأنه نحن كإعلامي لابد لما أنت تقول محمد قال كده لازم تجيب الإثبات. أنا عرضت أخذت مقطع من الكلام بتاعه، قال يا شعب إريتريا ما في عندنا عدو أكبر من إسياس، أنا أعتبر إسياس عدو الشعب الإريتري. المجموعة دول ناس الجبهة الشعبية تقراي إخواننا، ونحن ما في ما مانع نتعاون معاهم ونسقط النظام. أنا جبت المقطع ده بروفيسور. لحظة لا يوجد عدو إلى الأبد، لا يوجد. لحظة واحدة أنا أقول لك، هذا جنرال، أنا قاعد أتحدث عن المعارضة اللي الناس حسها معتبرين. الشخص الآخر بروفيسور في أمريكا، دكتور براقد هبت السلاس، جبنا منه مقطع عمله في لندن مقابلة، قال أنا الرئيس الإريتري أخطأ واحتقر، يعني أو كمان يحتقر ملس زيناوي الراحل ملس زيناوي، وهذا الرجل ما يحتقر، قال هذا الرجل يعني قوي، والآن قال أركع الرئيس الإريتري وأركع إريتريا، وإريتريا هي اللي بدأت الحرب مش إثيوبيا. هذا إريتري يشهد في منظمات حقوق الإنسان أن نحن ارتكبنا جريمة حرب ضد بلده. هذا إذا خاطئ طبعا. أنا 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 قاعد أجيب لك نماذج. إخواننا الموجودين حسا في تركيا دول العاملين يعني إسلاميين وكل حاجة، لما تسمع كلامهم، لأنه يعني المشكلة المعارض يا أخي الكريم، أولا في أنت دحين كان في النمسا رجل يعني درست ومهندس وعندك خلفية عن السياسة، لها قواعد. يعني أنت لما تأسس حزب الآن أنت كمصري نمساوي في قواعد تتبع، تجيب 2000 نفر يوقعوا لك يقول محمد هذا نحن فوضناه عشان يؤسس حزب، والحزب هذا يقدم للمحكمة، المحكمة إذا أجازت الدستور بتاعك بتأخذ تصريح عشان تعمل أقلبية ما في مشكلة. الجماعة يعني دولة هل هذا متاح حاليا؟ في إريتريا متاح. طيب عظيم. أنت لكن ما تجي تعمل لجمعية خيرية في السويد وتقول هذا حزب سياسي، هذا كل الإسلاميين مسجلين جمعيات في السويد في بريطانيا، وأنت وريني دحين يا محمد أنت كرجل يعني أوروبي وعايش في أوروبا أكثر من 30 سنة أنه جمعية خيرية تشاريتي خيرية أنت بكرة تسجلها طبعا في البوليس أو في البلدية عندكم في النمسا، بعد كده ثاني يوم تعمل شعار سياسي تقول دي جمعية سياسية، هل في قانون في الدنيا يسمح؟ إذن هذه الأحزاب يعني كلها سجلت بموجب قانون الجمعيات الخيرية، وهي قاعدة الآن كلها تقول لك حزب العدالة والتنمية وكل هذه المسميات. أنا قاعد أقول لهم عودوا إلى رشدكم، استخرج البطاقة الإريترية وأسس جمعية إريترية وفق القانون بتاع بلدك. أنت رافض الجنسية، هذه خطوة رافض الجنسية. أنا أؤيد رافضين الجنسية. أسمع، رافضين الجنسية عندهم جنسيات أوروبية ويمشوا معناها هذول الناس الآن مظاهراتهم كلها مركزة، يمشي في الأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي يطلبوا معاقبة النظام الحاكم. أنت ما قاعد تعاقب، أنت دحين لما تطلب معاقبة السيسي أو الحكومة المصرية قاعد تعاقب الشعب المصري. إذا قطعت المساعدات من مصر معناها هذا النتائج يعني تجويع. هذول الناس طالبوا الأمم المتحدة ليكون في عقاب على إريتريا، فعلا طبق العقاب 9 سنة. أنت تعرف أنا معاك في الأمم المتحدة 9 سنوات بطلب من الإريتريين المعارضين أن يكون في يعني حظر على إريتريا. الآن مشوا في الاتحاد الأوروبي قالوا يعملوا حظر على إريتريا، الآن مشوا في جنيفا قاعدين يطالب. أنت معارضة اللي تشتغل بهذا هو الطريق. في الحقيقة يعني أنا أصدقك القول، الذي يعمل حظر ضد إريتريا ليس المعارضة ولكن هي سياسات تطالب. دولية لا تطالب ناقمة هي سياسات دولية ناقمة سواء كانت يتزعمها إيطاليا أو بعض دول الاحتلال القديم، هم لهم مصالح في القرن الأفريقي وهم يلعبون لعبة التوازنات، وفي الحقيقة تستخدم المعارضة كورقة ضغط فقط. هي ما تستخدم، هي أسمع أنت بلك لو تابعت برامج الجزيرة قاعدة تصور كل المظاهرات اللي قاعدين يقوموا بها الإريتريين، وهي تستعرض الكلام اللي قاعد أقوله تشوفه في الجزيرة. المعارضة الإريترية طالبت بالحظر على الحكومة، هم يقولوا الحكومة الإريترية. الآن
المعارضين العقلاء أنا اللي بحترمهم قالوا اليوم هذا إعلان جديد قال يا أخواننا عملية الحظر يعني لما العقاب لما يكون في دولة هذا الدولة ما عندها الدولة يعني أنت دحين السيسي لو عملت على مثل العقاب هو ما حيجوع المسؤولين طبعا احنا لا ندعو نحن لا لا كويس المسؤولين لا ندعو تجويع شعوبنا اطلاقا وهذا اللي حصل يا اخ محمد انا انت تابع هذا هو المشكله اللي اقول انا الوم ما الوم الزملاء العرب طبعا يشوف الجزئيه انت الان تقرا ما هو متوفر في وسائل التواصل الاجتماعي تقرا الكلام الموجود وانا الان ما قاعد ادافع عن احد الآن أنا دعني أنا أقول وجهة نظري في هذا الأمر يا أستاذ حمدان يعني الآن الحكومة الإريترية كانت على صراع مع الحكومة الأثيوبية لعقود طويلة والأثيوبيين أو الجيش الأثيوبي يعني قتل الآلاف من إخواننا في إريتريا ومع ذلك الرئيس أسياس مد يده لأبي أحمد وتصالحوا والآن هم يعني يسيروا في طريق للتقارب ولحل الكثير من المشاكل العالقة أليس أولى أنه كمان الحكومة الإريترية تمد الجسور إلى المعارضة حتى لو أخطأ يعني حتى لو هناك فريق من المعارضة صار في اتجاه وارتكب سلوك خاطئ مثل هؤلاء اللي حاولوا انهم يستخدموا السلاح ويستخدموا العنف انا من رأيي الحكومة الإريترية هناك ما زال داخل الشريحة الكبرى في المعارضة الإريترية شريحة مسلمة هدفها خير لابد من بناء جسور معاهم ولابد من فتح حوار لأنه حضرتك قلت أنه الإنسان عدو ما يجهل فعندما يفتح باب الحوار مع المعارضة ويأتي من هم مقبولين لدى الرأي العام في إريتريا مقبولين من الطرفين مقبولين من الحكومة كأفراد ومقبولين من المعارضة هؤلاء يشكلوا يعني حلقة وصل لبدء حوار حقيقي لأنه نحن جميعا في أمس الحاجة إلى بعضنا البعض يعني الآلاف من أبناء إريتريا اللي هم في المهجر واللي هم كان لهم آراء سياسية معارضة للنظام ولكنهم ما زالوا سلميين نعم أخ محمد يعني أنا دحين دعني أقاطعك أخ محمد أنا معك في كل ما أنا دحين في سؤال أستعرض يعني خلفية تاريخية هؤلاء حتى أنا الحكومة تجلس معهم وأنا دعني أنا أقول أنا مثلا أمثل الحكومة الآن في النمسا عشان أقعد أول سؤال أسأله يأتي مثلا يقول لك أنا معارض مرحبا أهلا وسهلا آراء بس بستمع إليكم السؤال الأول اللي أطرحه أنا أقول له تمثل من أنت مثلاً أنا الآن في ألمانيا عندي 50,000 مواطن إريتري مهاجرين إريتريين معظمهم حاملين جنسيات محلية إذا من 50,000 هذا المعارض حزب أو فرد أو أشخاص إذا هو يقدر يقنع 30% أو 40% من هذه الفئة اللي أنا قاعد أمثلها أنا أقبل هذول الناس وأنا أقول لك دحين مقطع بسيط جداً من قناة المستقلة أخونا الفاضل هذا الحامد الموجود هناك نعم. أخوة أفاضل بعدهم انتقل إلى رحمة الله يعني ما نذكر أسماؤه نعم. في هذا الحوار أنا يعني دعاني أخونا الحامدي عشان أعمل مداخلة باعتبار نعم. أمثل وجهة نظر الرأي الآخر فطرحت على أحد الأخوة الله يرحمه من الغادة الكبار يعني الحمد لله يعني ربنا يرحمه طرحت عليه سؤال قلت لي يا أخي أنت مقيم في السويد ورجل عندك تاريخ وكنت قائد أكبر قائد يعني في الثورة الإريترية كانوا يأتمروا بأمرتك 40-50,000 مقاتل الآن يعني لظروف معينة تركت يعني الساحة وأجيت السويد الآن عندنا حوالي 30,000 مواطن إريتري في السويد هل حاولت تتحاور مع الإريتريين وتقنعهم بالفكرة اللي أنت قاعد تحمله الآن فرحت عليه رده كان
عشان تعرف العقليات اللي أنت تسميها المعارضة. قال لنا هؤلاء الناس لا فائدة منهم، هؤلاء يصفقوا فقط، مصفقين للحكومة. وأنا قال هذول ما أجيب اعتبار. أنا ردي كان مباشرة يعني، وهذا ما أعرف يعني الكلمات أجت من فين، قلت له هل يا أخي تريدنا أن نستورد مواطنين من نيكاراغوا أو من باكستان عشان يكون معنا يعني هذول المواطن؟ أنت يعني الإنسان اللي ما يحترم مواطنيهم، أنت دحين عندك جالية مصرية في النمسا، إذا أنت تقول هذول المصريين ما يفيدوا أنا اللي أفيد، هذا غير معقول. هم دحين المعارضة مبنية، وأنا والله يا أستاذ على يدك يا معارضة، أنا على يدك، أنا دحين أقول لك نعم. بس أختم كلامي، أنا جيب لي معارضة تمثل الجاليات الإريترية، قل له مثلا هذا يا أخي حمدان أو يا حكومة إريتريا، هذا الشخص أو هذا الحزب يمثل 2,000-3,000 من الجالية، مباشرة حتجد الرد الإيجابي. هذولا يعني ما عايز أسميهم بأسماء، هذولا مجموعة. كل اليوم السوشيال ميديا أنت ممكن تعمل، وأنت يعني ما شاء الله ضالع، تعمل قناة فدائية وتسميها كما شئت وتعملها حزب وتعملها كل حاجة، وخلفك حتى أسرتك اللي معك ما موجودة معك. الآن عندي من هذه النماذج، أنا كان عندي من هذه النماذج 185 حزب في اليوتيوب، في الوسائل الإعلام، وأنت خبرتك يعني أكبر من خبرتي، أدخل في أنت دحين الجمعية المسجلة في النمسا بوسائلك المختلفة، تقدر في الجوجل تجيبها من هم المجلس الإداري يتكون available، أو تمشي في ملف بتاع المحكمة وتجيب أسماءهم. سهل سهل، ما في حزب أسماء، ما في حزب، وأنا أقول لك وهذا على مسؤولية الخاص، ما في حزب عنده 10 أعضاء اللي قاعدين في تركيا. أنا إذا أنت تطلب من الحكومة الإريترية تتفاوض باسم الشعب، هو يقول لك أنا معارض وأنا عايز مثلا تتفاوض معه. هو كمواطن إريتري نحن قلنا أعلننا، أي مواطن إريتري أخطأ ما أخطأ عمل إلا من حمل السلاح ضد شعبه وضد الجيش الوطني، هذا ما هذا يقدم للمحاكمة. أنا عموما يا أستاذ، أما المعارضة السلمية اللي أنت تقول له الباب مفتوح يأتوا لبلدهم، أنا يحملوا تجربتي عموما يعني أنا يعني أقول لإخواني الشعب الإريتري عموما يعني لا أميز بينهم، من خلال تجربتي مع الأخ حمدان يعني أنا يعني أحسن الظن بكم، وأنتم كنتم دائما يعني حريصين على مد الجسور مع إخواننا الإريتريين في كل أوروبا. يعني أنا يعني لا أزكي على الله أحد، ولكن أنا ما شاهدتها عن قرب، وكنت أعترضك يعني كثيرا، إلا وإني وجدت منك إنك حريص على إنه تمد جسور مع إخواننا في المعارضة. من هذا المقام أنا كإعلامي وسياسي عربي ومسلم، يعني طبعا أنا أربى بإنه غالبية المعارضة الإريترية إنهم يكونوا من المرتزقة أو العوبة في يد الأجهزة المخابراتية حول العالم، ولكن الغالبية العظمى منهم أناس صادقين وأحسن فيهم الظن، وهم أهل خير ويحبون وطنهم الأم. أنا أتمنى على المعارضة الإريترية أنهم يوحدوا صفوفهم ويحاولوا أنهم ينتخبوا فيما بينهم من يمثل عموم الشارع الإريتري في المهجر، ويحاولوا أنهم يتواصلوا مع النظام السياسي، وأنا متأكد أن هناك حلول، يعني ليس هناك مستحيل على الإطلاق، بداية من الاقتراح اللي اقترحه الأستاذ حمدان بأنه كل مواطن إريتري يسجل لنفسه هوية، بطاقة إريترية، ويحاول أنه يسجل نفسه في الجداول الرسمية، ويبدأوا يصنعوا نوع من الحوار الوطني الموسع بدون أجندات مسبقة. هذا يعني أنصح به
أنا إخواني أنا أشكرك أخي محمد على هذه الاقتراحات أشكرك، لكن نحن في ضوابط، والإنسان لما يطالب بحقوقه لازم يعترف أيضا أن هناك واجبات، ما في حقوق بدون واجبات. البطاقة هذه يعني هم لما رفضوها لأسباب معينة، لأن هي مربوطة بالواجبات. إذا أنت في داخل إريتريا تؤدي الخدمة العسكرية، إذا أنت مثلا تاجر تدفع الضريبة، هذول الناس تنسلوا من كل شيء. لابد يا أستاذ حمدان يكون هناك كمان تطوير للبنية السياسية. معلش أنا قاعدين نتحدث، أنا دحين ما أشغل بالي كما أنت قاعد تشغل بالك، أنا ما شاغل بالي بالجماعة هذول، طالما هم رفضوا حمل الجنسية قالوا هذه الجنسية تابعة للحكومة ما نحملها. كيف علمتم إنه كلهم رفضوا؟ قاعدين يعني يكتبوا، قاعدين أسمع، أنا أتابع أدبيات المعارضة أكثر من أي واحد، أنا قاعد أتابع. في بعض الناس يكتب يقول إن إحنا هذه البطاقة طالما النظام هذا موجود ما نحن. أنت قلت له أنا ما زلت على ثقة يا أستاذ حمد. لا 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 لا، إنه الغالبية يحبون لا شك وطنهم. لا شك، أنا ما أعترض معك، أنا لم أعترض، أنا أدافع، أقول ما في شخص يشكك في هويتهم الإريتريين، حتى لو ما حمل الجنسية هو إريتري، لا نشكك في نيتهم الطيبة وكل حاجة. نحن قاعدين نتحدث الآن عن الأنظمة الملزمة، لا مش لإريتري، لكل العالم. المنظومة السياسية تتكون من مواطنين، أنا في ألمانيا الآن إذا جنسيتي إريترية لا يسمح لي أساهم لا في الانتخابات ولا في العمل السياسي. أقول رأيي، أنتقد كما أنت تنتقد السياسة النمساوية، يعني تنتقد ما في حد يمنعك، هم ينتقدون نحن ننتقدهم، لكن هؤلاء الناس طالما تحفزوا عن حمل الجنسية ويقول أنا ما في حد يمنعني أنه أدخل بلدي، هذا أنا أقول له الآن على الهواء مباشرة، هذا ما يحلم يدخل بلده كمواطن حامل. أنا أحب أسألك يا أستاذ، لا لحظة واحدة، كمواطن حامل الجنسية الألمانية اليابانية المش عارف، أنا أعطي له التأشيرة ويدخل يتواصل مع أهله، يستثمر، يساعد أهله، هذا ما فيها مانع. لكن هذا يجب أن لا يحلم بأنه هو بالجواز الألماني عشان يؤسس حزب سياسي داخل إريتريا. هذا هو المحاذير اللي نحن وضعناها والمتعارف عليها عالميا، كما الإريتري لا يسمح له الانتخابات في دول أجنبية اللي حامل جنسيتها، لا يسمح أيضا في إريتريا أن تكون إريتري الأصول. نعم مرحبا بك، وكثيرين حتى ما لهم ارتباط لا بالدولة ولا بالسياسة حاملين جنسيات، يأخذ التأشيرة ويمشوا يتواصلوا مع أهلهم، يبنوا بيوت، يشتروا بيوت، كل حاجة، لكن هو يعامل بقانون الأجنبي طالما هو رفض. أسألك سؤال، هل كل المعارضة من المسلمين يا أستاذ حمدان؟ أليس هناك كذلك من المسيحيين موجودين؟ في موجوحين، في مسلمين ومسيحيين على عين ورأس، أنا لا أنكر أن وجود، لكن المعارضة الأمر ليس له علاقة فقط بالتيار الإسلامي ولكن المعارضة بشكل عام. المعارضة أنا دحين يا محمد أنت طرحت سؤال وجيه جدا، أنا رجل بؤمن بأن وحدة الشعب الإريتري، أنا ذكرت لك دائما عندنا 50% مسلمين و 50 مسيحيين، وعندنا نعم. 9 قومية وثقافات متعددة داخل الجسم الواحد. صحيح. إذا أي مسيحي أجا ويقول أنا أؤيد إقامة دولة تجراية الكبرى أدينه، حتى لو كان مسيحي ولو كان أي دين يحمل. إذا صحيح. الإسلامي يقول أنا عايز أعمل دولة الخلافة العثمانية في إريتريا أدينه. ما في أحد طالب بهذا. لا موجود. أنا أنشر لك الآن الصور إنه الناس، أنت ما قاعد تتابع، إذا الإسلاميين الموجودين في دول الناس الآن رفعوا شعار الخلافة، هو فقط يعني مشروع سياسي أوسع وأكبر من إريتريا وأكبر من مصر، هذا فقط عبارة يعملوه في الدول اللي حاملين جنسيات، أنا ما عندي مانع، لكن في إريتريا نحن عندنا تعايش ديني، المسيحية أول بلد دخلتها كانت إريتريا، الإسلام قبل سبق الإسلام صحيح. بعد المسيحية دخلوا أول مسجد، الصحابة لجؤوا إليه. أعتقد المعارضة الإريترية متفهمة هذا الأمر، يعني أنا أعتقد لا أنت ما قاعد أنت إذن هذا هو أنا اللي أقوله ألوم فيه صاحبينا، أنت عمق القضية. في عندنا مجموعة الأجازيان، هذول الناس يطالبوا بإقصاء المسلمين من إريتريا ورميهم في البحر، وتكون لحظة ودولة مسيحية متماسكة مع تجراي. المسلمين يقولوا نحن ما عندنا علاقة مع المسيحيين، نحن عايزين دولة إسلامية، وهذا هو الكلام اللي يجب أن يناقش
عظيم. إذن نحن في أمس الحاجة إلى الحل الوسط، إنه جميع الأطراف تتنازل عن الأيديولوجيات. يعني ما يحتاجه الإنسان أينما كان، الإنسان يحتاج إلى العدالة الاجتماعية، يحتاج إلى حرية، حقه في حرية التعبير. هذه الأشياء الأساسية اللي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل لكل إنسان حرية الاعتقاد، حرية التعبير، وفي نفس الوقت ثروات البلاد توزع بعدالة على كل أبناء الوطن الواحد، وإنه ما يكونش فيه أي تهميش لأي شخص على أساس ديني أو عرقي. هذا أنا أعتقد الآن. أنا معك يا محمد، أنت الآن قاعد تخلط بين قضيتين. عموم المعارضين يا أستاذ حمدان، عموم المعارضين السياسيين في أوروبا تفهموا هذا الأمر. ما تنساش يعني أنت لا يجوز أنك تحاسب المعارض اللي هو كان من قبل 30 عام ذهب إلى أوروبا كالمعارض الحالي. أكيد حدث عنده تغير، تعلم، أصبح عنده ثقافة، أصبح عنده تجربة في التعايش الاجتماعي في داخل بلاد الغرب أو في المهجر. هناك كل ألوان الطيف. يعني أخونا الإريتري استطاع في الغربة يتعامل مع العربي ومع الهندي ومع الأفريقي ومع الأوروبي، إذن اكتسبوا خبرات. وأنا يعني لا أظن إنسان عاش أكثر من 20 عام في أوروبا ويظل متحجر بعقلية إنسان قروي لم يخرج من قرية داخل إريتريا. أنا محمد، أنا جيل بالمناسبة أسمح لي يا محمد، أنا الآن بعيش في ألمانيا، وأقدم صحفي يعني عنده عضوية في اتحاد الصحفيين الألمان، وعنده عضوية صحيح. في اتحاد الصحفيين النمساويين، ومسجل في الأمم المتحدة. نعم. أنا يعني أهتم بقضايا القرن الأفريقي بصرف النظر عن كل الأشياء. شوف مثلا دحين المعارضة المصرية، وتحديدا المعارضين الإسلاميين في مصر. أنا عشان أكون معك دحين برضه يعني نمشي. نعم. شوف أنت قنوات المعارضين المصريين في مصر مما قامت أزمة النهدة، سد النهدة بين مصر وإيش اسمه هذا، الإسلاميين أكثر الناس يدافعوا عن مصر وعن حقوق شعب مصر. وعن حقوقها صحيح. لحظة، لأنه هذا أنا أحترمه. أنا شفت في حوار كده يعني يتماوت يقول له أنا معارض، لكن هذا لا يعني أن أنا حقفت بلدي، لا تستدرجني. أنا أتمنى الإريتري الآن، شوف أنت دحين العقلية، الوعي، المعارض المصري هذا يستحق إسلامي، أنا أستحق أحترمه لهذا الطرح المتمد. الإريتريين هذول الموجودين في تركيا، الإسلاميين بتاع إريتريا هذول يدعو من السبح للمسا تدمير إريتريا وتدمير القوات المسلحة وإريتريا. واحد بكل صريح العبارة من داخل إثيوبيا قال نحن انتصارنا هو وحدتنا مع التجراي هو اللي حيجيب النصر. وأنا بالمناسبة شمات الأمي، أنا مسجل. لماذا الحكومة الإريترية حتى الآن لم تفتح باب حوار رسمي؟ يعني ومن قال لك أغلقوا الباب هذا؟ أنت دحين لما الواحد إريتري قاعد هناك في إجوارود في مقهى مع 3 نفر يعمل نفسه معارض، أنا ما عندي وقت عشان أتفاوض مع هذول الناس، ما عندهم يعني عقلية. بعدين أنا عندي في الجالية في بريطانيا، أنا أقول لك عندنا جالية مؤطرة تقريبا عددهم حوالي 30-40 ألف، كلهم يعني موجودين ينتقدوا الحكومة في كل الاجتماعات. هذا معارض، ما قلنا له تعال اطلع من الاجتماع وما عندك حق تعترض، هذا معارض. لكن مجموعة كده عندها كده هدف معين في الفيسبوك بتكتب أنا يقول لك معارض، هذا يا أخي الكريم إذا أنت تطالب الحكومة الإريترية يعترضوها. أنا أتمنى مرة أدعوك إن شاء الله بعد جائحة الكورونا في سيمينارات يجوا وزراء من داخل إريتريا وكيف يعترضوا الإريتريين النظام عشان تسمع. أنا الآن طبعا مدير قناة فدائية وأنا بشوف الاعتراضات، يعني كيف يتكلموا على سياس وغير سياس. نحن ما طردناهم، هذول معارضين وهذول نحن
ويمشوا إريتريا بالمناسبة. أنا عارف أنه يعترض النظام ويبهدل في الحكومة وكل حاجة، لما نيجي يطلب الفيزا ما منعنا أحد يمشي ويرجع. هذه المعارضة. يعني عندنا نموذج يعني نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في أوروبا إبراهيم منير أعلن منذ يعني أسابيع أنه لا مانع لديهم هم يعني كجماعة إخوان مسلمين أنه يفتحوا باب الحوار وأنه يعني يمدوا الجسور وأنه يتفاهموا لإخراج جميع المعتقلين السياسيين. يعني أنا أعتقد لا يوجد خصومة أبدية، وبعدين السياسة يعني تقبل التفاوض في كل وقت، إنه الإنسان ممكن يأخذ الحد المقبول من حقوقه كي يعني يسير إلى الأمام. يعني المناوشات والعداء المعلن والحروب ما هي إلا فقط وسيلة لحلحلة الأمر، بحيث يجد الإنسان في نهاية النفق حل سياسي. أنا أتمنى يا أخ محمد، أنا أتمنى الكلام اللي قلته كلام جيد جدا، وعي إخوان المسلمين والكلام اللي طرحوه، أنا أتمنى كنا هذا الوعي. أنا اللي أعرفهم الإسلاميين تحديدا بالذات اللي يحملوا شعار إخوان المسلمين، هذول الناس تلوثوا طالما ذهبوا إلى إثيوبيا وحملوا السلاح ضد شعبهم. هذول لا يحلموا أن يكون عندهم حزب إسلامي في إريتريا، ونحن ما نقبل لا مسيحي ولا إسلامي. نحن أساسا يعني طالما الشعب الإريتري ارتضى هذا النظام السياسي فلا مانع إطلاقا. يعني هذه معادلة إيجابية أنا أراها. أيوة. وأنا يعني أنا أقول لك اليوم أنا أسمع يعني من خليك يا محمد اسمع مننا. أنا أقول طالما نحن دفعنا الثمن 100,000 شهيد ولا زلنا ندفع الثمن من 50 سنة، يعني الناس دحت من أجل التعايش، الكنيسة مسانة، الأوقاف الإسلامية والمساجد، عدد المساجد الموجودة في إريتريا ما موجودة في كثير من الدول العربية جنبا إلى جنب. اليوم في ورينو بلد إسلامي مسجد جنبه تبنى كنيسة أو كنيسة تبنى جنبه مسجد، في إريتريا موجود كل الأديان مسانة ومحترمة ما تعدي. أنا لكن الآن لو سمحت إريتريا، أنا اللي قاعد شغل، لو سمحت إريتريا بكرة بتأسيس حزب مسيحي أول واحد هكون معه، لو سمحت تعمل حزب إسلامي في إريتريا أنا هكون أول معارض، لأنه هذا البنية الشعب الإريتري لا تسمح بهذا التحزب. لأنه نحن وانت شايف نتائج السودان الآن بعد 40 سنة من مليون شهيد في جنوب السودان، والله أكبر هي لله ومش عارف. الآن القرار اللي صدر أمس من الحكومة الحالية يقول السودان حتكون دولة علمانية. انت هلا كيف تكافي أسر الشهداء اللي انت بشعار لا إله إلا الله أكبر؟ بعد هذا التجارب نحن ما عايزين ندخل فيها، لأنه انت لما تعمل شعار إسلامي لازم تعرف يعني حتمشي وين. بعد 40 سنة يعني خلاص، عشان نظام البشير مثلا، نظام البشير هو شخص، لكن الآن يعني الناس اللي أجوا لازم يعملوها من عليها. يعني أنا لا أظن، يعني أنا لا أظن المعارض السياسي الإريتري أو العربي أو المسلم يعني بهذه السطحية. الجميع يعلم التوازنات، الجميع يفهم تماما ما هو دور العمل الحزبي، هو تحقيق غايات في مقاصد. إذا هذه المقاصد يمكن تحقيقها بدون شعارات توضع فوق الرؤوس وبدون أسماء، خلاص هو ده الهدف. أنا يا محمد أنت بقى قراءتك يا أخي محمد، قراءتك أصله أنا بحترمك في كل حاجة. في حاجة واحدة، أنا أمس للأسف عملت حلقة باللغة التجرينية وذكرت معلومة عشان أنت تكون يعني مطمئن. أنا ذكرت أمس، أنا بعرف أعضاء قيادة العامة كانوا معانا في جبهة التحرير الإريترية، هذول الناس ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية، قتلوا وعملوا. ما رأيك الحكومة سمحت لهم يدخلوا البلد، منهم وزراء منهم سفراء
يعني نحن مش على أساس عداوة، لكن دخل كإيه؟ دخل كمواطن إريتري يقول أنا منادي القديم وأنا عندي وجهة نظر تختلف عن وجهة الحكومة، يعني جابتهم وخلوهم في السموم، أعطوهم الخدمة بتاعهم من أيام دخل الثورة حسبت لهم. متى هذا موجود الآن؟ الآن موجود شيء مبشر بالخير. لا مش مبشر بالخير، أنت عشان ما تابعته. أنا أقول لك قاعد أنا بعرف أعطاء قيادة العامة دولة كانوا جزارين، كانوا يقتلوا بالجملة، كان أشعل الحرب الأهلية. الآن من أعداء اللي كانوا معاي في القيادة العامة موجودين في إريتريا، لماذا دخل؟ حصل تصالح يعني الآن؟ مش تسالح، هو كمواطن إريتري أجا، مش كسالح يعني، ما أجا يعني كقائد. لم يتم اعتقاله يعني؟ لا أنا أقول لك الآن دول اللي كانوا دخلوا البلد عندهم سفيرنا اللي كان في الصين، هو معارض الآن، سفراءنا اللي كانوا في كل البلد، هذول الناس كانوا في إريتريا جبهجيين ومعارضين للجبهة الشعبية، أكرمتهم الحكومة وظفتهم الآن. لكن هم دولة يعني إريتريا بلد فقير، يعني المرتب بتاع إريتري، أنا السفير بتاعنا بيأخذ $900 أمريكي. هذول الناس تعودوا على أساس الخيرات اللي تجي، يمشي في السعودية بيقول أنا سلفي بيأخذ له الملايين، دولة تعودوا على ما يعني على 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 أموال سائبة. فأنا أقول لك الإريتريين، طالما الحكومة الإريترية اللي أنت قاعد تقول له ما تقبل المعارض، أنا أقول لك في ناس قتالين القتلة دخلوا ونسينا الملفة. في مجموعة عشان أبشرك برضو كانوا عن النظام السابق، مش هذا النظام اللي سقط في إثيوبيا، نظام الشيوعي اللي كان موجود الماركسي بتاع منغستو، خدموا فيه وكانوا جواسيس، دخلوا عملوا لهم إعفاء. نحن كانوا جنرالات وجنود في الجيش الإثيوبي دخلوا بلده، تدخل أنت بلدك كمواطن، بعدين الحكومة إذا عندك عطاء كمواطن إريتري ما يعني ما تقول لك أنت، أنا أقول لك وزر، أنا عندي أسماء سفراء وزراء مستشارين في أكبر السفارات بتاعنا في الصين، عملهم وزراء. إريتريا ما تمنع إنسان وجهة نظر تختلف، لكن إريتريا تمنع أن واحد عايز يجي بشروط. 5 نفر في تركيا عملوا جمعية علماء الإسلاميين وكل حاجة، الآن دولة كحزب ما يحلم أن يدخل إريتريا كحزب، كمواطنين مرحبا به. إذا عنده عطاء ممكن العطاء بتاعه هو اللي يفرضه، مش سؤال يعني هم كأفراد لو أرادوا ينزلوا إريتريا لم يتم اعتقالهم من المطار؟ لا أبدا وإخفاءهم إذا هو عنده إذا هدول الناس اللي ارتكبوا اللي حملوا السلاح وغزوا بلدهم ودخلوا مع هدول اعتقلوا. يعني أنا لا أعتقد 90% من المهاجرين، مش 90، أتركنا يا أخي، أنا دحين يعني أنا في الحلقة هذه أسمع في الحلقة هذه حنشر لك صور مشايخ من سيماهم، يعني لبسهم وأدبهم وكل حاجة، مشايخ الآن اعتقلوا في داخل معسكرات الحكومة اللي سقطت ضمن الجيش اللي كان يهرب السودان، اعتقلوهم دول مشايخ. هذا الآن أنت تطالب منا أتسامح معاه وأقول له تعال أنت أحكم البلد أو كن شريك في الحكم؟ لا، ليس يحكم البلد، نحن يعني لا نطالب أنه يكون هناك انقلاب، أو ولكن إحنا نريد مساحة من الحرية، مساحة أنه الناس يلملموا جراحهم ويبداوا يعني يعودوا. انا ما عندي مانع يا اخي، نحن دحين انت تتهم كانه هناك إريتري، انت قاعد تتحدث في اوروبا، هو محمد إريتريا، انت قاعد تتحدث وكانه هناك في كابتل الحريات. انا اللي امامك اليوم شوف حلقات وجيب الناس تستعين بهم اللي يجيد اللغه، انا قاعد انتقد اداء حكومتي انا كدبلوماسي. نعم. يوميا عندي برنامج انتقد فيه اداء بعض الموظفين الحكوميين، اقول ده خطا. الحلقة اللي بسويها قاعدين يشاهدوها 200-300 ألف إريتري في البهجة، نحن ما في حد كمم أفواه الآخرين. لكن أنا الشيء اللي أنا شخصيا كعبد القادر حمدان نادلت ومواكب العمل السياسي، هؤلاء الناس لا يمكن أن يقنعوا طفل بهذا الفكر اللي هم طارحين، لأنه أنا حسد. أقول لك لحظة واحدة أنت الآن في مصر، أنت في القنوات، ليش أنا أقول لك احترم المعارضين المصريين؟ شوف القنوات الإسلاميين تحديدا، شوف القنوات اللي عاملين في تركيا. نعم. الإريتري الآن هو مهتم بقضية الإسلاميين الإريتري، مهتمين بقضية القدس
مهتمين بقضية تانية القضايا هذه. انا دحين كويس هو من حقه كإسلامي إريتري وكل حاجة. نعم. لما تجي قضية إريتريا، لما نناقش قضية إريتريا يقول عندنا نظام سليبي، نظام يعني شرد المسلمين، هذا هذا هذا. والإسلاميين طبعا في المؤتمر، أنا اتصلت بالسفارة التركية قلت له أنت هؤلاء الناس أديتهم مجال في الإعلام عشان يتكلموا، استدعينا السفير التركي في إريتريا قلنا له أنت دحين بأي صفة استقبلتهم؟ لما نحن اللحظة لما عملنا تحقيق والسفير طبعا اتصل بالخارجية قال نحن لم نستقبل إريتريين، استقبلنا سودانيين لأنه حاملين جنسياته دولة، قال صفتهم سودانيين، نحن ما دخلناهم كإريتريين آسف. إذن أنا مشيت السفارة وشكرته قلت لي يا أخي الإجابة بتاعكم مقنعة، إذن أنتم قاعدين تتعاملوا مع السودانيين. أنت دحين لما تعمل قنوات فضائية وتقول أنا معارض إريتري ده كلام كله يعني زي ما يقول فيك هذا أضحوكة. فلذلك نحن يا أخي أنا ما عندي عداء، أنا دحين بالمناسبة الناس يتهمون أنا ضد الإسلاميين، أنت تعرف أنا عشت معك. لا إطلاقا إطلاقا يعني. فلذلك هذا الكلام أنا، لكن أنا وإنت كإعلاميين يجب المشاهد نتناقش بصراحة وبكل أيوة المشاهد يجب أن يعرف الحقيقة. هؤلاء الناس حاملين جنسيات سودانية وقدموا اللجوء يعني في تركيا وتركيا نظام إسلامي مش عشانه، استضاف كل الناس اللي كانوا في نظام البشير هم يعيشوا، أنا ما عندي مانع. لكن الآن الحديث باسم إريتريا، أنت لا حامل منطقة إريتريا وتعمل جمعيات وتعمل قنوات فدائية وتعمل إذاعات، كل هذا من حقهم يعملوا، لكن هذا لا يؤثر ولا يهز شعرة واحدة في إريتريا. فلذلك أنا زي ما تفضلت إحنا عندنا سفارة، لماذا عندنا سفارة في تركيا؟ عندنا سفارة في تركيا وأنا أديك كلمة، عندنا سفارة في تركيا. أنسى كل الكلام اللي عملوه هذول الناس المدنيين اللي ما عندهم أي علاقة بحمل السلاح وكل موجودين في تركيا، يمشي السفارة بكرة لو طلع البطاقة الإريترية أنا أول واحد من أرحب به وأسمع كلامه وأسمع انتقاده. هذا نعتبره وعد؟ لا هذا الموجود، هذا الموجود أنت دحين يعني. هذا الحقيقة. أنا دحين عندي 3000 إريتري في كانوا قدموا لجوء، الآن لما شاف الوضع هنا ما يناسبهم والألمان رفضوا لجوء أعطيناهم جنسياتهم بعدهم سفرناهم من ليبيا سفرناهم إريتري. هل سمعت أن اعتقلوا؟ وكيف أوضاعهم في إريتري؟ أوضاعهم يشاركوا إخوانهم في الفقر. أنت دحين لما تجيبه هو ما هتعمل له عشان أجا من الخارج، هم يعيشوا حالة الموجودة في إريتريا ويعيشوا مع شعبهم ويتقاسموا الموجود مع أهلهم. لكن واحد عايز يجي، ونحن مشكلتنا اللي أجد المعارضين سمحت لهم بالمناسبة بعد الاستقلال، أنت ما قرأت أنا نسيت، في إعفاء عام الرئيس الإريتري قال نحن ننسى نطوي صفحة الماضي حروب أهلية وخلافاتنا هذه تفضلوا. الرعيل الأول دخلوا وفي أول عيد استقلال في مدينة أسمر العاصمة قالوهم قدام، بعدهم استشهدوا الآن في داخل إريتريا محمد عمر أبو طيارة أبو شنب عبد الكريم، دول اللي كانوا قادة الثورة عملوا لهم وأدوهم بيوت وكرموهم في كل المناسبات الآن يذكروا ولهم طبعا يعني باع طويل يعني. فلذلك ماذا عن محمد جابر أحمد؟ محمد جابر هذا حمل السلاح مع الوياني، أنا مش أنا اللي أحاكم، الحكومة الإثيوبية اللي حتحاكم، هذول ضمن الميليشيات اللي كانت سلحتهم إثيوبيا. أنا ما إريتريا ما مش الإمكانية للصفحة عنهم وفتح صفحة جديدة ويبدأوا يعودوا إلى رشدهم بدون ما يعني. إذا معناها كده أنت قاعد تطالب ألمانيا عشان تعمل يعني تعفي هتلر والنازين هذول اللي دمروا البلد هذا. يا أخي أنا أقول لك الآن هذا الشخص لحظة هو مواطن إريتري، الآن الحكم مش نحن، مش إريتريا اللي حتحكم، دول الناس موجودين قاعدين باعتقال أكثر من قادة. أنا أسألك سؤال يا أستاذ حمدان. لا خليني أكمل الجملة، خليني أكمل. نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، خليني الجملة دي أكمل السلاح، خليني الجملة دي أكملها. أنا حس هم القانون الإثيوبي هو اللي يتحكم على هذا الغم، مش نحن كإريتريا. نحن هو لو الإثيوبيين سلموا قال هذا مواطن إريتريا استلموه بعدين يكون شيء آخر. الآن هم ضمن المجرمين يعني في قادة يعني كان مؤسس حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الاعتقال،
معاه قادة وجنرالات كلهم، يعني العمل ماشي. اللي استسلم الناس اللي كانوا عايزين 5000 يهربوا لضمنهم إريتريين يهربوا للسودان، اعتقلهم الجيش الإثيوبي. الآن هم على قبضة ما تقول لنا نحن دحين ما عندنا سلطة نتدخل في السلطة القضائية بتاع إثيوبيا. ماذا يفعلوا بهم هذول في عداد في قائمة المجرمين اللي أجرموا مع الآخرين مش هم؟ إذن أنت لما كعسكري أنت كعسكري لما تحمل السلاح ضد جيش معين هذا طبعا له قانون آخر مش أنا يعني. شوف عموما يعني أنت في فترات انتقالية أستاذ حمدان، أنا كما قلت لحضرتك نيلسون مانديلا كان بيحمل السلاح ضد حكومة جنوب أفريقيا وكان يلقب بالإرهابي وكان يلقب بالمجرم، وكثير من زملاء نيلسون مانديلا يعني تم قتلهم، ومع ذلك في نهاية المطاف كان هناك حل سياسي وجلس نيلسون مانديلا على طاولة واحدة مع الحكومة التي كان يحاربها. محمد أنا يعني أسألك سؤال، معلش أترك مانديلا ولا أنا أسألك سؤال الآن. أنتوا في توترات، واليوم أنا قرأت تصريح للرئيس السيسي. أيوة. نحن كل الوسائل السلمية للوصول مع إثيوبيا إلى أي، نحن حنستخدم قال بعد كده أي وسيلة شرعية حتى يعني نحن نأخذ حقوقنا ولا الشعب المصري يموت بالعطش، أنا حتخذ قرارات. فردا الآن أترك يعني أنا لا أتمنى ذلك، إذا الجيش المصري عايز يأخذ حقوقه بعمل عسكري بأي حاجة، لو وجدت مصري يعني الآن أو الإثيوبيين يعتدوا على مصر، لو وجدت من المعارضين المصريين أصطفوا ضمن الجيش الإثيوبي عشان يغزو مصر، كيف حيكون موقفهم؟ طبعا هذا غير مقبول وغير وارد اطلاقا، لانه لا مش لا في متهورين في لا يعني السيسي انا شخصيا لا اعترف به يعني بعد الانقلاب العسكري، ومع ذلك اي خطوات ايجابيه تخدم شعبنا انا اؤيده او اؤيد، حتى لو انا غير راضي عن وجوده كحاكم لمصر. نعم هذا هو انه أي فعل إيجابي يخدم شعوبنا، يرفع الظلم عن شعوبنا، يقف ضد الفساد الإداري والمالي، يكون هناك عدالة اجتماعية، أي خطوات تسير في هذا الاتجاه أنا أؤيد وأؤيد. إذا عندك علاقة بالمعارضين الإريتريين الإسلاميين وغيرهم أنصحهم بهذا التوجه. أنا أنصحهم لكن الآن كمان تنصحهم إذا عندك وسيلة، وأنا هم أسمع هم يشاهدوا هذه الحلقة. أنا أقدم النصيحة لكل إخواني. لا هو الآن هم حيشاهدوا هذا الحلقة، وأنا أقول لك وأنا عبرك أنت عبر الحوار اللي قاعد أعمله معك، يجب أن لا يحلموا إنه هم طبعا ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية، هم يعني تسببوا يعني الغزو هذا ما أداروه هم كانوا طبعا يعني أنت لما تدخل تغزو أراضي مصرية لازم تحتاج إلى شخص يتعاون معك، هذول الآن تعاونوا مع العدو ودلوهم إلى مناطق الجيش الإثيوبي لا يعرف الوصول إليه، يعني هتكوا العار. وأنا عندي لحظة ما تقول لنا بقى. أنا الآن مشيت ما ذنب المعارضة اللي موجودة في أوروبا وفي تركيا؟ لا هو دولة أساساً دولة الناس المعارضة اللي في لندن والقنوات هذول مؤيدين لهم، ما مش معهم مؤيدين لهم. هو إذا قال يا أخي أنا أخطأت، أنا في مسلمين بالمناسبة اتصلوا بي كتابياً قالوا نحن كنا على خطأ، وده الآن إثيوبيا يعني بعد ما سقط هذا النظام نحن قال أنا قلت له أنت يا أخي الكريم الآن أنسح من هم بجانبك، أنت جزاك الله كل خير الآن كتبت هذا الكلام، لكن قلت له حتى أنا ما حأذكر اسمك في الماء، لكن قلت له هل الآن أنت وصلت لهذا الوعي؟ قال أنا بلدي فوق كل شيء. عظيم. إذا أنا أدعو كل إخواننا في المعارضة الإريترية وحتى المعارضة العربية للأنظمة الحاكمة في مجتمعاتنا، ما إذا هناك طريق سلمي للتفاوض وإيجاد حلول وسط فعلينا أن نقبل بتلك الحلول. أنت تقبل كويس يعني أنت رجل عندك عملك وعندك يعني من رجل مستقل وكل حاجة، هم دحين أنت لما تقول لهم هذا الكلام طيب جيب لهم البديل. الآن أنا بعرف معارضين في دول معينة ما عايز أذكر باسمها
دول ياخذوا مرتبات يعني مساعدات من الدول اللي استضافتهم قاعدين ياخذوا. الان انت لما تقول له الدول هذا الان يعني تفرض عليهم يعني الاجنده بتاعها، اذا انت معناها انا عشان اقنع المعارضه، نعم المعارضه لابد انها تدرك انه السياسات الدوليه احيانا يعني تعطل تحقيق المصلحه الوطنيه. يعني الان احنا من بعد حكومه بايدن وجدنا انه حكومه الاداره الامريكيه الجديده يعني تعمل على ايقاف اي تقارب في ذلك التحالف ما بين ابي احمد وما بين حكومه اريتريا. من هذا احنا يتضح لنا انه في اجندات عالميه للسيطره على القرن الافريقي لاغراض جيواستراتيجيه متعلقه بالصراع الدولي ما بين الولايات المتحده الامريكيه الناتو وما بين روسيا وما بين الصين. هناك صراع دولي. اول يا محمد انا المعارضه الوطنيه يجب الا تلقي بنفسها في سله المجاذبات السياسيه اللي احنا في النهايه خاسرين. اولا اكثر طريق اكثر طريق للمعارضه حتى لا تحسب حتى لا تحسب نطرق الباب على حكومه. أنا دحين حتى لا تحسب على قناة القرن، لأن أنا مالي وحدة في إدارة يعني كبيرة جدا ومنتشرين. حتى أنا أولا يعني أعترض على تسمية معارضة وطنية، يعني الكلام هذا طبعا في معترضين. لحظة في معارض لا محمد أنت عايش في أنت عايش في أوروبا. خلينا نهذب، خلينا أولا يعني المصطلح هذه أنا قلت لك يعني أنا في ناس يعارضوا الحكومة الإريترية بداخل النظام، موجودين ناس يعترضوا معارضين هذول. أنا طبعا هذا سنة الحياة، لكن كويس. لكن أنت لما تقول في معارضة وطنية مؤطرة دول دكاكين، ما في معارضة. أنا على مسؤولية أنت ما تقول الكلام. أنا كإريتري وأنا قاعد أتابع وبعرفهم زملائي كلهم وأولاد دول دي بعرفهم. الآن دول الناس تحديدا الناس الموجودين في تركيا مربوطين بأجندة معينة هي اللي تسيره، مش هم موجودة في أوروبا بالسي آي اي مربوطين بتسيرهم. يعني ليس كلهم دكاكين يا أستاذ. لا أنت يعني صحيح. يعني أنا مدرك تماما من خلال تجربة سوريا ومن خلال الأحزاب المتحاربة داخل سوريا. اتضح لنا بعد مرور من الوقت أنه جميع هذه التيارات بيتم استخدامها من المخابرات العالمية وكذلك وإريتريا ليست حالة استثناء. إذن يا أخي إذا أنت مقتنع بما حدث في سوريا وفي ليبيا، إذن عليك أيضا أن تدرس هذا وارد. ولكن في أما نفس الوقت لا يجوز أني أنا أعمم يا أستاذ حمدان. لا ما عممت، أنا قاعد أقول لك في معارضين كانوا الآن كلهم أصطفوا في صف بلدهم الآن هم الغالبية. كويس. أنا هذول الناس هذول نحن دحين هؤلاء الناس بنرحب بهم قاعدين الآن. هم أكثر الناس اللي كانوا معارضين ما مشوا إثيوبيا، ناس مدنيين موجودين في أوروبا. أكثر الناس الآن يدافعوا عن سيادة إريتريا وعشان ونمنع قالوا التدخل. دولة نحن بنرحبهم. طبعا الخطوة طبعا الثانية اللي بيجي كلنا. يعني أنا كمصري عربي مسلم أي خير لإريتريا، أي خير لإثيوبيا، أي خير للصومال، إحنا معه. إحنا ليس لدينا عداء مطلق وبلا رجعة. يعني الآن قد تكون قد تكون الأنظمة السياسية عندها أخفاقات. أنا في أنا عشان البرنامج يعني زي ما أنت يعني دائما كنت بتذكرنا في إنه موعد البرنامج الزميل في الاستوديو أشار لها تجاوزنا أيضا يعني حوالي ربع ساعة. الآن نحن حنستضيفك لأنه هذا يعني أنا متأكد إنه حيكون لهذه الحلقة إقبال كبير، لأنه نحن بانفتاح وكل شخص يقول رأيه. أنا دحين أقول أرجع الآن يعني قبل أسبوع الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار ضد جهاز الأمن الوطني في إريتريا. الآن أمريكا حاولت برضو تعيد الكرة إدارة بايدن عشان يعملوا يعني حظر على إريتريا وعقاب.
هذا طبعا بالفيتو يخدمنا بصراحة. لحظة بالفيتو الصيني والروسي وقف. أنت الآن هو لما تحطم عندهم محاولات تانية مثلا للتجميع هذول اللي أنت تسميهم معارضة وشوية يعني تحريكهم بملف حقوق الإنسان وكل حاجة، أمريكا رأس البلاء. نحن كل ما عانيناه 50-60 سنة لأنه رفض الوزير الخارجية أمريكا سابقا لما استغلت ليبيا من كلنا كنا تحت الاستعمار الصومال وليبيا. إريتريا المفروض تعطى استغلال، الوزير الأمريكا اعترضت قالوا لا مصالحنا تقتضي أن إريتريا تكون تابعة لإثيوبيا أو تكون فدرالية كونفدرالية مع إثيوبيا. عطلوا استغلال إريتريا قبل في الخمسينيات، الآن عاقبوا إريتريا. لكن أنا أبشرك بحاجة واحدة، سر صمود الشعب الإريتري، نحن لا محتاجين في أمريكا ولا محتاجين في الاتحاد الأوروبي. بس أنا أسألك سؤال. لحظة حمدان، هل المعارضة هي اللي لها تأثير بهذه القوة على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إنها تتخذ قرارات ضد هم؟ أنا أسمع يا محمد دالي. أنا دحين أقول لك، أنا أديك أسلوب بسيط يعني. أنت دحين هذول الناس أدوات، أنت دحين أنا دحين أقول لك مثل ملف بسيط عشان تقدم لجوء هنا من الناس اللي يجونا قاعدين في السفارة. إيش اللي أضطرك أنت تقدم؟ ظروف معيشية وعشان نساعد أهلي وكل حاجة، لكن قال الأوضاع الاقتصادية. لحظة هنا في محامية من الحزب الخضر، نعم، فقالت للشاب الإريتري هذا، قالت له أنت دحين عشان نسرع في عملية لجوء بتاع قبولك جيب بطاقة شهادة من المعارضة الإريترية عشان يأكدوا أنه أنت معارض. نعم. قال إذا هذا هو الشرط أنا أرجع بلدي. شوف عشان نقول نحن عندي 3,000 نفر نحن عملنا معهم تحقيق، يعني قلنا لهم إيش الأسباب كلها. المعارضة هذه الآن يعني في منظمة حقوق الإنسان كانت من ماريسيوس، في واحدة كده مسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في إريتريا. هذول المعارضين يعني ودوها تقريبا الناس اللي هربوا من إريتريا الشباب، جابت 25,000 شخص ظلمنا سجننا، ونحن يعني اضطهدنا في بلدنا، وأنا اضطهدت عشان ديني كنيسة كده غير تابعة للكنيسة العامة وكل حاجة. الجماعة دول من هم؟ إريتريين، لأنه وعدوهم على أساس لو قالوا هذا الكلام حيدوهم اللجوء. الجماعة دول الآن أجوا عندي في السفارة، أنا المعلومات هذه ما قاعد أجيبها لأنها حأسأل عنها. نعم. نحن قالوا شهدنا شهادة الزور عشان يدونا، لأن أنا أهلي هناك بحاجة إلى مساعدتي، أقول أي كلام. هذه هي السياسة الإريتريين. نقطة من أول السطر، نحن لا نقبل بمعارضة مأجورة كي تخدم أجندات هنا وهناك. أنا عن نفسي كسياسي وإعلامي لا أقبل أني أباع وأشترى، حتى لو عندي خصومة مع النظام السياسي في مصر لا أقبل إطلاقاً أني أنا أشترى من مخابرات سعودية ولا مخابرات أمريكية ولا مخابرات صهيونية. لا أقبل بهذا. إذا أنا يعني عندي خصومة شريفة ولي مقصد من هذه الخصومة، أنا أريد عدالة اجتماعية في وطني، أريد أنه توزع ثروات وطننا بالتساوي على كل أبناء الوطن، أريد أنه كل مواطن يكون لي حق أنه يعبر عن رأيه. لابد أن يكون هناك تفاهمات ما بين أبناء الوطن العام. ما إذا كان أبناء إريتريا ارتضوا إلى أنفسهم أنه لا يكون هناك أي أحزاب ذات توجه أيديولوجي سواء عقائدي ولا أي كان، وارتضوا نظام سياسي معين، عليهم أنهم يتطابقوا ويسيروا في هذا الاتجاه. شكرا يا أخي محمد. أنا أرى هذا شيء إيجابي، يعني ما إذا كان الشعب الإريتري متحسس من أنه الكنيسة تلعب دور ولا التيار الإسلامي أي كان مسمى يلعب دور ويصنع الفرقة، لا، أنا طبعا أفضل أنه تكون جميع الأحزاب والأنشطة هدفها واحد، هو
تأصيل العدالة الاجتماعية ما بين أبناء الوطن الواحد، النهوض اقتصادياً بالوطن، والتركيز على أنه يكون كل مواطن له كرامة يحافظ عليها، وأنه من حق كل إنسان يعبر عن رأيه تعبير حر بدون أن يقمع وبدون أن يلاحق، حتى لو هو اعترض على وزير ولا اعترض على رئيس الدولة لا يعاقب مجرد أن ليه وجهة نظر مخالفة. أخ محمد أعتقد داهمنا، آسف أخ محمد داهمنا الوقت، لأنه الشاب يعني برضو عندنا برنامج بعد ساعة. أنا دحين يعني خلاصة الكلام عشان برضو أنت أفدتنا بكثير من المعلومات، أنا دحين أؤكد لك في حاجة واحدة. إريتريا نحن يعني نقول 9 قومية، ديانتين الإسلام والمسيحية، عندنا عادات وتقاليد متباينة، كل هذا إذا نحن طبعا هذا التنوع شيء جيد، لحظة يعني نحن دفعنا التنوع لكن في صالح الوحدة الوطنية دفعنا. إذا شخص عنده استراتيجية أو سياسة سواء كانت خارجية أو إريتري وغير إريتري عشان يربك هذا التجانس الموجود وهذا التآلف الموجود. الآن المسيحيين قبل المسيحيين قبل المسلمين يعتزوا بأن هناك في أقدم مسجد بني في الإسلام هم المسيحيين، ويكتبوا بلغاتهم المحلية، ويعتزوا بأن هي بلد احتضنت المسيحية قبل روما وقبل كل أوروبا، يعني بلد يعني من آلاف السنين احتضنت ديانتين كبرى وتعايشت في هذا. هذا دحين عشان نمط معين يفرق، واحد يقول لك أنا عايز أبني دولة تجرية الكبرى، المسيحيين مع المسيحيين والمسلمين نرميهم في البحر، واحد يجي بأفكار إسلامية يقول لك نحن المسيحيين هذولا يعني وافدين ليس إريتريين هم من تجرية. كل هذا أنا دحين أبشرك حاجة، لحظة كله خاطئ أخي محمد. الآن أنا أقول لك هو مبادئ الإسلام، معلش أنا دحين أقول لك أنا نقطة أخيرة. نحن بنرحب بكل الاعتراضات. الآن القناة اللي أنت اليوم ضيف عليها على مدار 6 شهور نحن سجلنا حوالي 1,000,000 مشاهد في مختلف المعمورة كلها. نعم. 1,000,000 مشاهد. من 1,000,000 هذا طبعا عدد المعترضين للحكومة تقريبا يكون 500,000 اللي عندهم آراء ما منعناهم، وهذا تعليقاتهم قاعدة تقرأ. نعم. إذا الإريتريين اللي أخطأوا واللي مثلا صفقوا للجماعة اللي مشوا إثيوبيا هذول نحن ما نعاقبهم بجريرة الآخرين، هذول الآن هم في الصف الأمامي قاعدين يدافعوا، وأنا أقولها صراحة دول مرحب بهم ضمن شعبهم وبلدهم، وأنا أتمنى في يوما من الأيام يحملوا بطاقاتهم وينضموا لأهلهم. إريتريا لا تتحسس من الاعتراضات سواء كان إسلامي أو مسيحي، كل نحن نرحب بكل انتقاد. ما لا نقبله في نفس الوقت أنا يعني ما أتمناه على الحكومة الإريترية لا لا إنها لا. لا تقبح يعني لا تقبح لا 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 الحكومة الحكومة ما قبحت أو يعتز بإسلامه يعني لا 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 ما أنا اللي قبحته اللي هذول الناس اللي تاجروا بالإسلام أنا قبحته. طبعا إحنا ضد الدكاكين، إحنا أيه. ضد الدكاكين. أنا قبحت الناس اللي قاعدين يستخدموا. أنا متألم كمسلم برضو الناس اللي أنا اللي قاعد أهاجمهم وأجيب صورهم الآن حاجيبهم في الحلقة هذه. هؤلاء الناس باعوا الإسلام بثمن بخس. طبعا لا يجوز، إحنا لا نقبل إطلاقا. أنا أخجل بأن واحد عالم دين شريفة. عالم دين بمظاهره الإسلامية بلبسه الأفغاني كل حاجة، يعني هذا يعني يستجي الدعم من أعداء بلده ويشارك في الحرب ويعني يدخل داخل الأيام. لا 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 محمد لا خلينا أقول تجربتنا أصبحت واضحة. هذول اللي سموا نفسهم مجاهدين أنا نشرت موضوع هذول أصبحت واضحة الآن يعني أنت يا محمد المخابرات الأمريكية معلش خلاص هذا يكون الأمريكية استغلت الشباب العربي لا مش العربي السلام. أترك العربي أنا قاعد أتكلم عن إريتريا. أنا جبت مقطع مقطع يعني هز مشاعر الإريتريين. نحن عندنا استخراج الذهب الآن في منطقة اسمها بيشا عظيم. شاهدت المجاهد لابسين لباس أفغان المجاهدين دخلوا داخل عمق الأراضي الإريترية وأحرقوا 3-4 من السيارات هذه وهم يقولوا الله أكبر. حتى هذا عشان لا تكون فتنة لحظة أنا عرضت هذا المقطع وحللته. نعم. قلت له هذول لا يمثلوا المسلمين في إريتريا. هذول الناس الأيام أثبتت أنه جميع الحراك الجهادي
كان مستغل من المخابرات الأمريكية والمخابرات الأوروبية لأجندات تخصهم هم في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي وفي حربهم ضد روسيا وفي حربهم ضد الصين. الآن احنا أدركنا حتى الحراك بتاع الإيغور في الصين. المخابرات الأمريكية تستغل المعارضة من إخواننا الإيغور لأجندات لا تخدم الشعب المسلم في الصين. أنا متفق معك في الجملة الأخيرة، آسف جدا أخ محمد، الجملة الأخيرة هذه ساعدتنا الآن عشان عملت بخبرتك الواسعة في الإعلام عملت مدخل كويس. أنا دحين لا أطالب إريتريا ولا أتمنى لإريتريا أن تفاوض هؤلاء الناس اللي استخدمتهم المخابرات الأجنبية، هذا هو. أما التانين اللي عندهم رأي آخر لابد كمان أن لا نعمم أستاذ حمد. لا مش أنا قاعد أحدد أحدد هذول الناس اللي شوهوا شعار الإخوان وشوهوا شعار السلفية، ودول الناس أنا بسميهم تحت مسؤولية أنت مالك علاقة بهذا، هذول الناس تجار، هذول الناس استثماراتهم الحمد لله قبضت. تعرف أنت الآن حسابات اللي كانت في دبي من السرقات هذه 4 مليار دولار أمريكي، وفي مصر 14 حساب أغلق. عظيم. إحنا لا يجوز المتاجرة بالمبادئ وفي نفس الوقت لا يجوز التعبير. إذن أنا لا في حد يضطر إريتريا، لا أمريكا ولا أوروبا ولا أي واحد يجبر إريتريا عشان تتفاوض مع ناس باعوا دميرهم ووطنهم ودينهم، هذول الناس. أما الآخرين أنت إذا ساعدنا في هذه القضية كمواطن وطني طبعاً. تحب نحن طبعاً. الآن إذا أي شخص عنده اعتراض شعوبنا. عنده اعتراض وعنده عايز يسهلح الأمور، عايز يعمل حزب في المستقبل، مرحبا، الأبواب مفتوحة، لا في أبواب مغلقة، هذا كله تهويل. ودول الناس طبعا بإملاءات يقول هم ذاتا ما يكرهوا إريتريين، لكن هم ذاتا تورطوا في قضية. أنا شخصيا كل من أعرفهم من الإريتريين سواء سموا نفسهم معارضة أو حتى مهاجرين كلهم أناس أخيار يحبون إريتريا ويتمنون الخير لوطنهم، وإن شاء الله يعني تمد الجسور مع كل المهاجرين والقلة اللي هي بتتاجر بالقضية. هؤلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفضحهم ويعني بيكونوا معروفين وغير مقبولين أصلا. ولكن عموم الإريتريين اللي أنا قابلتهم أناس أشراف من الإخيار يحبوا وطنهم ويحبوا أمتهم العربية ويحبوا الأمة الإسلامية. شكرا أخي محمد. أنا اليوم سعيد باللقاء معك، حلقة كانت يعني جيدة ومثمرة، وسنحاول حنعمل برنامج خاص لترجمة ما دار بيني وبينك باللغة المحلية بلغات أخرى إن شاء الله. فأنا سعيد وإن شاء الله تواصل معنا، لأن هذا قناة القرن الأفريقي، هذا الصوت يوصل لناس يعني شوية طبعا متأثرين بما يحدث الخارج. هذا طبعا يعني عاقب الصومال، عاقب إريتريا، كل حاجة، وهم لا يهدأ لهم بال إلا تنفذ سياستهم. ونحن طبعا تعودنا يعني أكثر من 70 سنة إريتريا صمدت، لأنه صمدنا الاعتماد بعد الله على شعبنا. نعم، لولا الشعب الإريتري. إريتريا أرض فيها بركة وفيها لولا صمود الشعب الإريتري. ولولا نحن، أنا أقول لك دحين نحن الدولة هذه دخلها معظمه من الشعب الإريتري الموجود في الخارج. إذا لو المعارضة يعني فعلا أقنعت هذا الشعب لما كانت هذه الدولة قائمة اليوم. لكن المعارضة يعني أحسن الظن في الرئيس أسياس أفرقي إنه إن شاء الله الرئيس أسياس كما قلت لك هو منادل، وهو يعني قائد محنك يعني قائد هو قائد محنك ويعرف مناضلين. وأكثر الشخص اللي عنده طبعا انفتاح على الآخرين، مشى في السودان، مشى كل البلاوي اللي كانت هو دائما طرف فيها عشان يصلح ذات البين. الآن أنا أتمنى أخي محمد نحن نتواصل في برامجك النيرة اللي قاعد تموتها، ولكن برضو يعني خلي قلبك، ويعني زي ما دعمت برنامج وكالة أنباء القرن الأفريقي وأجريت معنا عدة فوارد، أهتم شوية بملف ليس إريتريا وحده، الصومال بحاجة إلى الإعلاميين العرب. إثيوبيا الآن عندهم ما شاء الله قنوات باللغة العربية بدأت، يعني أولاد يعني تولدوا في السعودية كلهم يعني
الآن اكتشفوا قالوا لابد من التواصل باللغة العربية. عملوا نحن نبص بتسعة لغات، بالأمحرية بالأورومو بكل اللغات يعني اللهجات. والله كلهم إخواننا، وهي يعني جميع اللغات اللي موجودة في أثيوبيا وفي إريتريا هي كلها جذورها تمتد إلى لسان واحد، وإحنا كلنا إخوة. ورسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم لآدم وآدم من تراب، إحنا كلنا إخوة في الإنسانية. شكرا أخي محمد. أنا أوصيك بحاجة واحدة، أنه على التصعيد الموجود بين إثيوبيا ومصر في ناس انتهازيين، في ناس طبعا لا عندهم وعي، فأنا أفتكر ليس من مصلحة الشعب المصري ولا الشعب الإثيوبي، لأنه محبة أنا قلت الكلام ده في سيمينار في فيينا. كانوا إخوة مصريين موجودين، قلت له لو أدركتوا مدى محبة الشعب الإثيوبي للشعب المصري لما بعد الإعلاميين لما قاموا بهذا الحملة غير موفقة. وأنا أنصح برضو زملائي والله يعني أحسن الظن في حكومة أثيوبيا، وإن شاء الله أحسن يعني الظن في شعب إثيوبيا قبل الحكومة، لأن الشعب الإثيوبي يحب الشعب المصري على الشعب المصري عشان ما يدللوه بعد الانتهازيين الأفراد اللي انت تعرفهم. لا تعاملت أنا مع الشعب الأثيوبي، شعب طيب وشعب يعني خير، وإن شاء الله يكون في خير لشعوبنا جمعاء. شكرا. وهو العملية فقط عملية تنسيق، نحن لا نريد تعطيش شعبنا في مصر، نريد عملية ملء سد النهضة بما يعني لا يضر مصلحة الشعب المصري، وإن شاء الله سوف تأتي يعني أمطار كافية وسوف لا ينقص إن شاء الله. نرجو ذلك أخي محمد. أنا أستأذنك إذن، أنا شاكر لك لهذا الفرصة اللي أعطيتنا لها، ونتواصل معك برضه عبر قنواتك، قناة أكتو قناة الثانية بتاع الأسواني عندك برضه يعني مبادرات، فنحن أرضو شاركنا في كل الحوارات هذه إن شاء الله، يعني عشان نحن برضه نوسع الغير الناطقين باللغة العربية موجودين في السودان في كل في إثيوبيا، حتى ننورهم بالمعلومات هذه. وهي طبعا ما أجمل في حلقات اللي أجريتها معك هو حوار مفتوح الحمد لله، حواجز كل المحبة من ناحيتي وعدم التعدي في العقائد وفي الأديان كلها، يعني الحمد لله محافظين الحمد لله. بهذا مشاهدين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم، أجريناها مع الإعلام القدير الزميل محمد الأسواني المقيم من مصر ومقيم في فيينا، وحتى نلقاكم في برامج أخرى استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. السلام عليكم. شكرا أخي.